مساء الله بالخير مشاهد الكرام أينما كنتم، هذه التحية مقدمة لكم من أسرة برنامج الديوان، ونقول كل عام وأنتم بخير بعامنا الجديد عام 2022. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عاما تملأه السعادة لكل شعوب العالم أجمع، وتزول هذه الغمة وهذا الوباء. وفي نفس الوقت ندعو الله سبحانه وتعالى أيضا الأمن والأمان والسعادة لكويتنا الحبيبة، وعلى رأسهم طبعا سمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي عهد الأمين الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح ولي العهد، وإلى أمتينا العربية والإسلامية آملي من الله سبحانه وتعالى أن يكون عام 2022 بإذن الله سبحانه وتعالى يكون عاما ملؤه السعادة والأمن والأمان على العالم أجمع. ما في شك مشاهد الكرام أن عام 2021 حقيقة عام فيه الكثير والكثير، ربما احنا ديوان نتكلم عن الجانب الرياضي هذا شيء طبيعي، ولكن في نفس الوقت ايضا الجانب السياسي على سبيل المثال. ما في شك حصل طبعا في التشكيل الوزاري الجديد طبعا خروج وزير الاعلام السابق الاخ عبد الرحمن المطيري ابو يوسف، ودخول وزير الاعلام الجديد هو الدكتور حمد روح الدين. كلمه حقيقه الواحد يقولها بكل امانه وصدق امام الله سبحانه وتعالى وامام مشاهدي التلفزيون، كلمة حق تقال بوزيرنا السابق ويوسف، نقول بارك الله فيك، كثر الله خيرك، كفيت ووفيت وبذلت كل ما تستطيع من أجل الكويت من خلال منصبك كوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب والثقافة. الكل إن شاء الله يذكرك بالخير، عملت بأمانة وصدق أمام الله سبحانه وتعالى وأمام أيضا القيادة السياسية ممثلة بسمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي عهد الأمير الشيخ نواف مشعل الأحمد الجابر الصباح. وكذلك نهنئ معالي وزير الإعلام الجديد الدكتور حمد روح الدين، نقول هذه ما في شك مسؤولية كبيرة ألقيت على عاتقك كعضو مجلس أمة ودخلت هذا المجال، ولكن إن شاء الله بإذن الله ما تملكه أيضا من ثقافة وعلم أنا أعتقد إن شاء الله لك التوفيق بإذن الله، وهذه مسؤولية سوف تحملها على أكتافك مثل ما حملها أيضا الآخرون من وزراء أو من خلال الأخوة أعضاء مجلس الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى نقول التوفيق والنجاح لك في مهمتك الجديدة. هذه كلمة حقيقة حبيت بس أقولها لكل الإخوان الوزراء، وزيرنا السابق أو وزيرنا الحالي. في نفس الوقت حقيقة أيضا نقول إن شاء الله وزارة الإعلام بإذن الله سوف تمضي بإذن الله سوف تمضي في كل ما هو جديد إن شاء الله من خلال برامج أو من خلال الإمكانيات الفنية التي طبعا توفرها القيادة اللي هو وزير الإعلام وإدارته بإذن الله. في نفس الوقت حقيقة أيضا التحية لإخواني نقول لهم كل عام أنتم بخير، لكن البداية نقول يمكن جاسم يعقوب حاليا أكبرهم سنا كيف عجز على ما يزعل، محمد كل عام أنتم بخير وفعلا بوجود معنا، أبو سعود عبد العزيز العنبر كل عام أنتم بخير، كابتن سامي الحشاب محمد كل عام أنتم بخير، أبو عبد الله صالح العصفور كل عام أنتم بخير، كابتن مايد الحداد كل عام أنتم بخير، أبو أحمد أيمن الحسيني كل عام وأنتم بخير، تفضل يا أبو محمد. طبعا بداية كل عام للجميع لكم والمتابعين وللكويت كلها، تكفون يا المشاهدين الوضع السيء الأسوأ بكورونا قاعد يزيد، وأنا شايف استهتار وشايف لا مبالاة، بس لا تحسبهم بعدين، احتاطوا زين ودير بالكم الاختلاط والكمام والاشتراطات الصحية تابعوها، ترى الوضع كلش سيء واللي قاعد يصير بالعالم كله مو بس بالكويت، ما خوفكم لكن هذا شيء طبيعي بالعالم، تكفون احتاطوا وديروا بالكم، واتمنى لكم الصحة والعافية. سعود مساء عليكم، مساء المساء على الاخوان ومساء على المشاهدين، وكل عام وانتم بالف خير ان شاء الله على هذه البلد والدول الخليجية والعربية كافة إن شاء الله، ونشوف السنة الجاية يا أبو مشعل إن شاء الله تكون سنة طيبة على الجميع وتروح الجائحة هذه اللي عافسة العالم كلها يعني يا رب بإذن العالم. واحد أحد إن شاء الله. أبو محمد كابتن سامي أمس عليك يا أبو مشعل ومس على الأخوان المتواجدين وعلى المشاهدين، وأقول كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله تكون سنة حلوة علينا وعلى بلدنا الكويت وعلى الأمة العربية والإسلامية، وكلمة حق لابد أن تقال الأمان مثل ما تفضلت يا أبو مشعل، أقول لي معالي وزير السابق عبد الرحمن المطير أبو يوسف كفيت ووفيت وما قصر، وشفنا الأمان التطور اللي حصل في وزارة الإعلام بعد ما
مسكوا بوزاره الاعلام، ونقول خير ان شاء الله في الدكتور احمد روح الدين ابو احمد ان شاء الله، وكمل مسيره اخوه، واقول لك كل عام وانتم بخير. ابو عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني عام جديد ان شاء الله وسعيد على الشعب الكويتي والامه العربيه والاسلاميه كلها ان شاء الله، وان يعني فيها تتحقق الاحلام وتتحقق الامال ويتحقق كذلك الطموح بالنسبه حق كافه المواطنين والمقيمين والناس جميعا. ومثل ما تفضل الاخوان، انا الحقيقه يعني كل الشكر لمعالي الوزير السابق يعني ابو يوسف الاستاذ عبد الرحمن، الحقيقه كان طموحه وكان يعني حماسه وكانت يعني امانيه ظاهره وواضحه كانت حقيقه للجميع في الوقت اللي كان فيه بالوزاره. والدكتور حمد ابو احمد عزيز واخو عزيز اتمنى له التوفيق، وانا اعتقد ان الدكتور حمد من الشباب كذلك الكويتي المثقف الواعي الحقيقه، اتمنى له التوفيق وهو يعني ان شاء الله يكون يعني قدها ان شاء الله. كابتن مؤيد الحداد. كل عام وانت بخير ابو مشعل والامه الاسلاميه والامه العربيه كافه بشكل عام والشعب الكويتي بشكل خاص، ان شاء الله باذن الله سنه 2022 تكون سنه خير على الكويت، ويصفي ان شاء الله وخلال هاي الامطار اللي نزلت تصفي النفوس ان شاء الله وتغسل القلوب. ومثل ما تفضلت، يمكن انا ما لي علاقه مع وزير الاعلام السابق ابو يوسف عبد الرحمن المطيري اللي ترك اثر طيب جميل بهذه الوزاره، ونقول ما هي هذه نهاية المطاف، ويوسف مكسب في أي مكان يكون متواجد للأمانة. وكفاية أنه هو يمكن أنشأ برنامج الديوانية في تعليمات من معاليه، ويشوفه ككبة من النجوم المتواجدين في هذا البرنامج اللي الكل يتابعه، وهم نجوم العصر الذهبي اللي قدموا دائما تضحيات للكويت، وقدموا حتى يمكن نصائح لإخوانهم الجيل هذا والجيل اللي بعده. فألف شكر لأبو يوسف، ونقول حنا إن شاء الله نشوفك في أقرب وقت في مكان إن شاء الله يليق في مقامك واسمك. كابتن أيمن. أول شيء مساء عليكم، مساء المشاهدين، وأنا سعيد الحقيقة في أني أكون معكم. إخواني الكبار اللي يمكن زاملتهم في الإدارة أو حتى لحقت على بعض منهم، يعني أنا أصغر منهم أكيد، فسعيد وإن شاء الله تكون حلقة مميزة، وكل عام إن شاء الله الجميع بخير، إن شاء الله يعطينا خيرها ويكفينا شرها. نقول حق أبو يوسف نعم خسارة، لكن الأمل إن شاء الله بالدكتور أبو أحمد حمد روح الدين، ونتأمل مزيد من يعني إعلامنا ينعكس على رياضتنا وترد رياضتنا لما كانت عليه إن شاء الله. إن شاء الله. ومش على لحظة مش على يعني مسج الحين ما أدري منه، يقول اليوم عيد ميلاد العنبري صحيح؟ ما أدري صحيح ولا لا؟ هاي ها صحيح. كل عام وانتم بخير وانت صحه وسلامه. والله يعني مثل صحه وسلامه، العمر الطويل يا ابو سعود وياك حبيبي. طول العمر شاب احترام حقيقه. انا 45 انا ابثني حقيقه على ما تفضل فيه المرعب جاسم يعقوب حقيقه، وهو شيء مهم حقيقه في حياتنا الان، الصبح الى ان الواحد يحط راسه على المخده ويفكر في هذا الوباء. وطبعا مجلس الوزراء اليوم يمكن ايضا كذلك اصدر بعض التعليمات والقرارات اللي هو حقيقه نتحاشى قدر ما نستطيع الابتعاد عن هذا الوباء وهذه الجارحه. فنرجوكم صغير او كبير، ورب الاسر ارجوكم قدر المستطاع نبتعد شوي عن الاختلاط، نقعد في بيوتنا. نعم صعبه شويه احنا عارفين، نبي بس الفتشه ها، لكن هذا الوباء والتطعيم مهم، التطعيم مهم، مع احترام لبعض الاخوان اللي يطلعون في بعض وسائل التواصل اللي يقول كانوا ضد التطعيم. لا لا يا اخي الكريم، العالم كله يئن من هذه الجائحه. شوفوا فرنسا، شوفوا بريطانيا، شوفوا المانيا، شوفوا الاصابات ب 180 و 190 الف وهكذا. الله يحمينا يا رب العالمين ويحمي هذا الوطن. قول امين يا رب العالمين. جزاك الله خير جاسم يعقوب. الآن ننتقل حقيقة إلى موضوع المهم وهو الدوري والجولة السابعة. شلون تشوفون الدوري حتى الآن؟ نبدأ بنادي كاظمة متصدر. أبو أحمد متصدر يقول لك أنت، وغدا طبعا مباراة القادسية وكاظمة. لكن خلنا الآن قبل مباراة كاظمة والقادسية غدا إن شاء الله، لا خلنا نتكلم عن شلون شايفين الدوري. هو يعني هو الفروقات كبيرة، يعني نعم الصدارة بفارق نقطة واحدة عن الكويت أو بعد
عندها يمكن السالمية 13 نقطة، كاظم 17 أو 14، قادسية 13، قادسية 13 في دوري قصير. أتوقع أن فارغ مو مريح، أن عدد المباريات قليل، فالمقاومات تشوفه. يعني أنا يمكن من 10 سنوات دائما أقول أن كاظم بعيد، حتى المشككين ما زالوا الناس مشككين، من كانوا محللين أو حتى جماهير، لما الحين ما عندهم الثقة في نادي كاظم. دائما نادي كاظم يكون محير، مرات تشوفه في أعلى مستوى، مرات لا، مرات يكون يظهر فيها. لكن امتداد لما فعله أنا برأيي بكأس الأمير، حتى خروجه قبل النهائي في ركلات الجزاء ترجيحية ضد نادي الكويت، كان المفروض أنه على الأقل يوصل لأكثر، لكن هي ركلات ترجيح، ما أعطانا أمل أنه الدوري راح يكون غير. أنا برأيي مجلس إدارة ما قصر في دعم الفريق. يعني أنا كثير يمكن استلمت إدارة الفريق يمكن سنوات عدة وعلى مراحل، كل مرحلة لما يجون يسألوني يقولوا لي شو تتوقع، أقول لهم هذا كاظم الرابع الخامس. ليش؟ أقول لهم لأنه ما في مقومات، ما في عوامل. شو العوامل؟ اللاعب المحلي محترف، على الأقل يكون ذي مستوى قيمة فنية معنويا. مجلس إدارة لازم يكون خلف الفريق ويحاسبه، لأن اللاعب دائما أنا أقول نادي كاظم حتى بجيلنا وجيل سويد وناصر وحمود ما كانت عندنا الجماهير، لكن كنا نخلق الجماهير لأن لعبنا المنتخب. المنتخب يعطيك كاسم داخل فريقك أنك تحمل مسؤوليتك وتعيش الضغط نفسه أنك لاعب، أنت لاعب منتخب. وهذا ما أشوف الحين في نادي كاظم، في مدرب أنا برأيي أنه قاعد يوظف توظيف من أحسن ما يكون، دكة تملك دكة من أروع ما يكون، تقدر تبدل الفريق ولا تحس أنه في ضرر أو في خلل. هذا ما يجعل كاظمة لحد الآن يمشي في الطريق الصحيح. حتى كانت عندنا مشكلة في الفرق الأقل المتذيلة، ما أقول لي أقل أو أقل فنيا، أنك كنت تعاني. إن نشوف لا، عندنا يمكن مباراتنا ويا النصر اللي تعادلنا فيها، وهذا الدوري دائما في مرات ما يعني ما تفوز بس ما تخسر النقطة، ممكن وهذا النقطة اللي خذناها من النصر هي اللي أعطتنا الفارق اليوم إن نكون بالصدارة. أنا برأيي بعد أنا مباراة باكر القادسية راح تكون مباراة صعبة. أنا ما يعنيني ما يمر في القادسية، لأن أدري إن القادسية يملك جودة لاعبين ويملك جمهور وراهم، فتشوفهم في يوم وليلة ممكن يتغير كل الأداء. لكن عندي ثقة في لاعبينا، عندي ثقة في الإخوان في الجهاز الإداري، إن هيئة اللاعبين نفسهم دشوا في التنافس. لما تكون متنافس لازم تكون مركز في كل مباراة. واللي عجبني في المدرب نفسه إنه قاعد يأخذ الدوري المباريات قطعة قطعة كأنها مباراة كوس، لأن الدوري قصير، تلعب 18 مباراة وتحصل على الدوري. أتأمل إن بكرة هي يعني مباراة صعبة لأن اسم القادسية، بس أنا برأيي إن كل مباراة راح تكون صعبة، لأن في راح يكون في القسم الثاني في مشكلة الهبوط منتصف ترتيب مباريات هذه، فما زال الفارق مو مطمن اللي تقدر تقول إن صدارة يعني مريحة. علينا إن نكمل على ما بدينا في بداية الموسم، علينا إن نكون داخل الملعب أكثر قتالية. أنا دائما أقول القتال والمنافسة داخل تكون شرس داخل هذا الرغبة، وما أنسى حتى الإضافات. يعني أنا دائما أذكر إن الإضافات مفروض يعني مؤثرة. يعني أنا دائما أضرب مثل في رضا هاني، أنا ما أدري ليش القادسية مثلا ولا يعنيني شو اللي صار بينه وبين القادسية أو القادسية خسر. نعم خسر، لأنه إضافة كبيرة لنا. حتى الجين اللي يملكه اللاعب هذا قاعد يعطيك إنه من اللاعبين اللي إذا ما يفوز ما يخسر. وهذا ترى مرات نادي كاظم، ولما كنت على إداري أحس في اللاعبين، مرات تحس إنه ما عنده الرغبة، تشوفه يدش المباراة فاز خسر نفس الشيء. لكن الحين أشوف الفريق تغير، أنا قريب من الفريق هذا، يعني ما أمرهم على الأقل يكون اتصال ويا فواز ويا عصام، بس ينافس قاعدين، يعني هو قاعد يقاتل وهذا المطلوب، هذا المطلوب الآن. إيه يعني، بس لما الحين الوضع يعني لا ننقر في إن الصدارة ممكن نملكها. لا صدارة نقدر تنتهي، ما تخوف، ما تطمن، بس لم يحسب. أنت باصيت، قلت لك انها قلت باصيتها حق ايمن، الحين ايمن ايضا باصاها للقادسيه. تفضل. ما قال شيء القادسيه المباراه باكر. باكر طبعا مستحيل يعني توقع صحيح، يعني القادسيه طالع نازل مثل ما قال، عنده جمهور وعنده لاعبين، كم من لاعبين
اللي يقدرون يعني يجارون كاظمه. بس كاظمه مكتمل ثلاث صفوف عنده مكتمله. والحارس طبعا ما جاهز حق المباراه لو بتعور ما اتوقع انه ممكن يكون جاهز. يعني حتى الحارس جيد. اثار نقطه يمكن ايمن ترى نقطه يمكن مرات عابرها عمليه الجمهور ان نادي كاظمه لا يملك القاعده الجماهيريه ولكن يملك قاعده جمهور طبعا ياثر جمهور ياثر وبالتالي القادسيه يملك هذه ياثر بس انا بالنسبه للدوري بصفه عامه اللي مخربين الدوري شيئين يعني كان فيه منافسه حلوه نقطه نقطتين بين الاول والرابع والثالث بس اللي مخرب الدوري شيئين مستوى المحترفين اللي جايبينهم بعض الانديه يعني يفشل والشيء الثاني اللي قاعد يأثر على الدوري حيل مستوى التحكيم تحكيم مو مستوى دوري الكويت صح اتفق وياك علما ان الاتحاد احيانا قاعد يستقدم بعض الحكام العرب او اجانب ابو محمد يعني حتى يعني انا بس الاكثر اللي قاعد يحكم الدوري منه لا الحكم المحلي معظم يعني مباريات تلقى فيها مشكلتين تصير بالمباراه يعني باكر الحكام اجانب حسب طلب كاظم اعتقد ابو احمد قدم كتاب يا جماعه ترى انا اقول كذي ولكن هذا الكلام ابو مشعل خلينا ندش على قبل لا عشان لا يسترسل ابو احمد يعني كاظم اولا المستوى انا ما عجز مستوى متوسط وتحت المتوسط المستوى العام للدوري يعني اللي اظهر كاظم السنه بالوقت الحاضر داركو مدرب العربي السابق على الاقل عنده طريقه لعب وعنده تكتيك داخل الملعب بالعربي يلعب نفس الامر اذا ما يفوز ما يخسر 4-5-1 5-4-1 يوصل ما يوصل يعتمد على الهجمه المرتده السنه كاظم اللي سوى يمتلك شيء النص اهم شيء عنده انه يوقف ويدافع عن جوله عنده حارس مرمى جيد انا اعتقد يعني كنكوني بالموسم هذا اي ثاني ثالث ثاني من الحراس يعني بعد ما كان فترات اللي فاتت يمكن كان بعيد حتى عن المنتخبات ابو مشعل يابا محترفين زينين كاظم يمكن ابو احمد يصلح لي كل سنه يبون وشهر واحد يمشون يبون ويردون السنه عندهم اثنين المدافعين الشاب الفلسطيني ميلاد وعماد عز والجزائري دفاعات ابو مشعل دفاعات يعني ويابوا رضا ويابوا ناصر لافي ارسال ويابوا يعني عنده سووا فريق السنه كاظم اعتمدوا على اللاعب المواطن واعتمدوا على المحترف الزين نقوى نقوى ابو حمود كاظم لازم يكون تحت ضغط يعني لازم تكون الحين قاعد يلعب كله مكتمل العناصر ما مرت عليه لعبه بدون حسين كنكوني ما مرت عليه لعبه بدون واحد من المدافعين لان التشكيله ثابت هو الوحيد بالموسم اللي ما تغير يمكن اللي قاعد يغير بندر مع احمد ارسال او حبيتر الحبيتر شبيب يعني قاعد يغير قدام نص ودفاعات والجولشي ما تغيروا باللعبات السبعه اللي كلهم بالجولات السبعه ابو مشعل لما يصير دق تصير لعبه فيها طرد حارس مرمى يلعب ناقص يصير عنده لخبطه في وسط الملعب واحد يغيب من العناصر الاساسيه هني نحط احنا نقول دور المدرب ظاهر وواضح من كان بالعربي داركو وهذا الاسلوب ماله كله كذي بس اللعبات عند الحين عند القادسيه وعند الكويت عند لعبتين السالميه التعادل مع الكويت 1-1 عند القادسيه وعند السالميه يعني عند لعبتين قياس لمسيرته على نهايه القسم الاول اذا تعداهم ياخذ الدوري مش يكون عنده فرصه يعني مش نزل تقرير ولا تكلمون قبل كيف في تقرير على الموضوع نفسه كيفك انت ناخذه نزل انت ناخذه سامي اوكي قاعد اسالهم الحين تبون نزل التقرير ولا بعد التقرير انا قاعد اسالكم تبون قبل التقرير او بعد التقرير تحكيمكم اقول انت ناخذه كيفك اعطونا التقرير والحديث طبعا الى سامي وعبد العزيز عبد تفضل مخرجنا انقضت الجولة السابعة من دورينا وما زالت المنافسة مشتعلة بين فرق الصدارة. موسمنا الرياضي هذه السنة يعتلي صدارة فريق جديد وهو البرتقالي نادي كاظمة الذي يتصدر سلم الترتيب بواقع 17 نقطة. البرتقالي بقيادة مدربه داركو يسير بخطى ثابتة نحو اللقب وتنتظر مواجهتين قبل نهاية القسم الأول
أمام كل من القادسية والسالمية على التوالي. العميد حامل لقب كأس سمو الأمير يقع بالمركز الثاني ويحمل في جعبته 16 نقطة، ويعد أحد المنافسين الرئيسيين على درع الدوري، ويقدم أداء مميز مع التونسي نبيل معلول. السالمية مع الجنرال محمد إبراهيم لا يخسر حتى الآن، ووصل فريقه إلى 14 نقطة بالمركز الثالث متفوقاً على القادسية الذي يقع بالمركز الرابع برصيد 13 نقطة وسط أداء متذبذب للأصفر. حامل لقب الدوري لا يزال يبحث عن نفسه، وأداءه لهذه اللحظة غير مقنع لجماهيره. الأخضر في المركز الخامس ب11 نقطة. النصر مع الوطني سلمان عواد يقدم أداء جيد لكن دون نتائج بالعنابي، يملك 9 نقاط محققا فوزين فقط، ويأتي فوق الفحيحيل والذي يملك 6 نقاط. وإذا ما نظرنا إلى أسفل الترتيب نجد كل من التضامن والشباب، وكل منهما يحمل 4 نقاط، أما متذيل الترتيب فهو اليرموك، وكل هؤلاء الفرق الثلاث مطالبين بتحقيق الفوز في القادم من المباريات حتى لا تتعقد أمورهم مستقبلاً. سعود كمل لك بودي سامي اطرح انت عارف بعدين تكلم عني بس في نقطة بس اذا سمحت ما تفضل فيه ابو عبد الله عن موضوع المحترفين اللي موجودين في نادي كاظمة. الملاحظ ايضا واعتقد كل واحد موجود الان من الجماهير يقول ان بصفة خاصة نادي النصر ونادي التضامن افضل محترفين عندنا، ويعني خلينا نقول اسوأ محترفين بمعنى اللي موجودين عند العربي والقادسيه، لذلك القادسيه راح يمشي اعتقد حسب ما يقال يمشي هذا المحترف. بس يعني هذه النقطه حبيت تفضل. يعني القادسيه الان يمكن يعني تعاقدوا مع حسام التونسي، حسام التونسي السويسي، خوش لاعب، لاعب وسط محور، انت محتاج يعني القادسيه اذا بتتكلم عن القادسيه تتكلم عن وسط الملعب عندهم مشكله، ويمكن شفناهم يمكن تقريبا 7 جولات اللي مضت اداء متواضع. يعني ليش مشيت سلطان عين؟ ليش تمشي سلطان؟ إيه ليش اللاعبين اللي عندك كانوا يعني هذه عاده هذه ورضا هاني هذه ورضا هذه مشكله القادسيه فيها. تكلم عن كاظمه يعني انا فرحان بتواجد المجموعه الان اللي تنافسون فيها، يعني فرحان منافس النادي الكويت. لا لا شوف كاظمه لاعبين يعني لا شوف كاظمه موجوده الان بالمنافسه، الكويت طبعا ينافس من الاول. السالمية الحين بدأ ينافس، يعني تكلم 17 و16 و14 و13 وحتى العربي يعني على القادسية ترى ممكن يعني على 16. حتى العربي انت العربي يعني بينك وبين الأول 6 نقاط صح؟ صحيح. بينك وبين كاظم، فبالتالي انت تشوف المجموعة هذول اللي قاعدين الآن متواجدين وقاعدين ينافسون. المشكلة فيها الأداء في الأندية، كل الأندية تكلم حتى على كاظمة، تكلم على الكويت، تكلم على القادسية، العربي، الرتم مال الأداء مو هذا طموحنا حنا، أقل من المتوسط يعني مو هذا طموحنا حنا كمشاهدين، يعني نشاهد مباراة نبي تكون يكون الأداء رتم عالي، أنت تحتاج هذا الرتم. الرتم شلون هي الآن؟ يعني أنا فرحان بنادي الكويت إن الحين بعد حتى اللاعب التونسي عندنا ياسين توقع لاعب مميز، يعني لاعب او لاعبين الان لاعب يمكن خلال في اثنين خلال الاسبوع الجاي ان شاء الله راح يكون لاعب ثاني. فبالتالي انا على الانديه وعلى كاظمه لا احنا ايش حق 5 محترفين هي العب لي اثنين في 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 في, في المباراه واخلي 3 لاعبين احتياط عندي، وهذا غلط. على مجلس اداره نادي كاظمه الان البحث انا على مهاجم وعلى لاعب وسط، يعني اخلي تكون عندي حتى دكه احتياط جيده، انت قاعد تنافس على الاول تبي تاخذ بطوله، بطوله ما تجي بالسهوله انك والله لعبت لك
السبع جولات والحين تصدر الدوري. انت جايتك مباريات قويه، جايتك ظروف اصابات اشياء كثيره يعني خلال موسم الجاي هذا كله، يعني خلال من يناير لشهر 5 أو 6 يمكن متى ينتهي الدوري. فبالتالي على الانديه كلها الان ان تبحث عن اللاعب اللي تحتاجه. القادسيه لازم محتاج بعد مو بس لاعب، لا محتاج بعد لاعبين، السالميه نفس الشيء، العربي محتاج بعد لاعبين ثلاثه. فبالتالي عشان احنا نرتاح وطلعنا لاعبين على مستوى عالي حق المنتخب من المجموعه هذه اللي الان قاعد تنافس على الدوري، احنا محتاجينها. عندنا استحقاقات جايه قادمه، منتخبنا محتاج لاعبين. اذا ما دش اللاعب المحترف اللي للقيمه اللي انت تحتاجه في 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 الدوري ما يطلع لك منتخب مستقبلا. على يعني انا يعني يمكن تكلمون عن لاعبين محترفين، اي انا عجبني لاعب مواطن سجل هدفين امام النصر من اروع ما يكون، شبيب الخالدي. شبيب الخالدي صح، يعني كره من فوق هذا وسجل وحده، هوش على الدفاعين وسجل سجل هدف ثاني. فبالتالي انا انت محتاج اللاعب يحتك وايد. اللاعب احنا المشكله ان المواطنين مو قاعد يحتكون احتكاك اللي هو جدي. احتكاك اللي تاخذ منه الزبده يعني. تبي انت تبي يحتك. ليش عدم الاحتكاك بو موجود؟ ما يعني هذا الرتم بطيء عندنا بو مشعل، يبي تكون رتم عالي. يعني نبي لياقه بدنيه، نبي لاعب يكون طموحه انه يوصل يعني ياخذ بطوله. حتى المواطنين في لاعبين موجودين قاعدين يؤدون اداء جيد، بس يحتاج الرتم العالي. احنا نحتاجه كدوري لنا، يعني احنا عندنا مبارياتنا ايش كثر راح نلعب يعني. تاكيدا لكلامك، اعتقد مدرب المنتخب طلب انه يكون دوري مثال جولات. انا اتفق وياه، اتفق وياه، بس ليش زيادة. وليش ليش ما بديت الدوري يعني على قولتهم بكير يعني أي؟ اذا انت تبي تكون حلوه بكير هذا، يعني بكير حلوه حلوه هذه يعني اذا تبي انت ثلاث مراحل تلعب الدوري من شهر 9 انت تبلش رايح، على اساس انك تلحق تلعب كم مباراه من 10 هذه عندك 27 مباراه. فبالتالي انا اعتقد هذه انا اتفق ويا ابو محمد، اعتقد من يود ان ينافس على البطوله لابد تكون دكه الاحتياط عنده مثل ما الموجودين في 11 اقل شيء 50-60% اقل شيء. الشغله الثانيه، من لفت نظرك من المحترفين على مستوى الانديه؟ تفضل. اول شيء ابو مشعل يعني بتكلم عن نقطه مهمه، يعني احنا صار لنا المنافسه ما بين 5 أندية ما زالت من 60 سنة الدوري مبلش 5 أندية اللي ذكرتوها. احنا نتمنى ان الأندية هذه اللي في المؤخرة او اللي لم تحصل، المفروض ان اللاعبين او النادي يفكر في اني انا شلون اوصل شلون اخذ الدوري، خاصة ان حتى اليوم 5 محترفين. انا اتكلم عن الأندية اللي لم تحصل، اي مثل الأندية اللي هي المؤخرة، اليوم عندك 5 محترفين. انت اليوم لو تجيب لك 6 لاعبين محليين او 7 لاعبين انت المفروض انه يكون عندك فريق تنافس فيه. من اين يجيب 6 لاعبين؟ لا في بالانديه موجودين، كل نادي متمسك في لاعبين. لا 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 في انديه اليوم تسجيل 30، يعني انت راح تسجل 25 لاعب كويتي بالاضافه 5 محترفين. في انديه الكبيره عندها لاعبين وعلى مستوى زياده يعني يفترض اليوم الانديه لمتى؟ احنا 60 سنه المنافسه ما بين 5 انديه. انت اليوم شوف الدوري السعودي، انديه بالمخرج قاعد تنافس بالدوري ومستواها على مستوى عالي، مجرد ان المحترفين اللي قاعد يجيبون جلب محترفين على مستوى عالي. احنا اليوم ابو محمد مو قطعا في كلام، شوف الدوري الانجليزي ترى 4 انديه اللي قاعد تنافس على كل مكان. لسه اخذ الدوري بس يصير يعني مو احنا نتكلم السعوديه ترى بس الفتح اللي دش عليهم. الحين انت تشوف الانديه شلون قاعد تنافس، الانديه روح شوف ترتيبها. لا في تعاون وضمت ضمت قاعد ينافسون. ايش بس ما اخذوا البطوله؟ ما اخذوا. انا اتكلم عن منافسه اليوم، القاب بعيد ما بين 5 انديه والانديه الثانيه. صحيح. انا ما ابي اليوم انا اي كنادي ومجرد اني انا بس اني ابقى في الدوري، لا لازم يكون طموحي اعلى من كذي. اللي قاعد يحصل عندنا بدورينا لا، 5 انديه هي موجوده قاعد تنافس، وخمس انديه ان تنافس اني انا ما انزل او اهبط للدرجه الثانيه، وهذا غلط. المفروض تكون في ثقافه اليوم ان انا لازم افكر اني اخذ الدوري. لمتى راح نضل على
وبالنسبه للدورينا، بالنسبه للدورينا انا مو شايف مشعل لحد الان نادي معين ثابت في الاداء والمستوى. تشوف مباراه نعم جيد، ومباراه اللي وراها عدم استمراريه، يعني ما في استمراريه في الاداء والمستوى. قد يكون نادي كاظمه شويه نوعا ما قاعد نشوفه، اذا ما ادى مستوى قاعد ياخذ ثلاث نقاط. انا اعتقد ان القسم الثاني راح نشوف خاصه بالتسجيل الشتوي اعتقد كذا نادي راح يغير محترفينه، الكويت العربي كاظمه. اعتقد انا كاظمه، انا بالنسبه لكاظمه، الكاظمه لو محترفين عندهم محترفين، بس لو كان عندهم محترفين افضل بعد راح تشوف كاظمه مستوى، خاصه ان كاظمه عندهم لاعبين شباب. اي يعني احنا اليوم في انديه في انديه موجوده بس اثنين اللي قاعد يلعبون في انديه مسعود، ثلاثه اللي قاعد يلعبون. انا بغيت اتكلم في النقطه هذه، في انديه عندنا محترفين جايبين محترفين على الدكه قاعدين، زين ايش حق جايب انت محترف؟ او الشوط الثاني جيت وغيرت المحترف، زين اصبحنا اللاعب المحلي افضل. احنا مستوى المشكله المحترفين، اللي انا ليش جايب محترفين؟ انا جايب محترفين عشان يفيدون لاعبين المحليين، عشان اللاعبين المحليين يستفيدون. ولكن للاسف انا ما بتكلم من الكل، لا لا لا، في محترفين زينين، انا ما اتكلم على الكل، بس الاغلبيه لا، للاسف ان اللاعب المحلي عندنا بالكويت افضل منه. ودليل على هذا شفت بالتسجيل الشتوي راح تشوف تغيير، راح يكون تغيير كبير بالنسبه للانديه المحترفين. وانا الامانه يعني انا اشوف في نقطه للامانه، يعني بالنسبه لي نبيل معلول انا اتوقع بالقسم الثاني راح يكون مستوى الدوري افضل واقوى. نبيل معلول من لاعب من المدربين اللي قاعد يسوون فريق، بس لازم يصبرون عليه، قاعد يعطي فرصه للشباب اللي عند ابناء الكويت. احنا قاعد نشوف الفريق الكويت تغير عقب ما نبيل معلول، قاعد نشوف كل الشباب. داركو انا تكلمت عن داركو اول الموسم، قلت اختيار موفق من نادي كاظمه باختيار مدرب داركو. ليش؟ لان داركو كان مدرب للقطاع الناشئ عندنا في نادي العربي، فلاعب مع نادي كاظمه وعارف اللاعبين كاظمه كلهم وعارف الانديه كلها، فعنده فكر عنهم. لما نيابوه كاظمه اختيارهم له، عرف شلون يوظف اللاعبين الشباب اللي بنادي كاظمه كل واحد في مكانه. ونادي كاظمه جابوا لاعبين محليين صغار على مستوى عالي من الانديه، شفنا فريق كاظمه يبدا. بس لازم انك تنطر على نادي كاظمه، واعتقد القسم الثاني انا راح اشوف فريق بالدوري اقوى من القسم الاول. طيب ابو محمد يقول سامي الى متى ها ان الاربع والخمس انديه هي اللي تتنافس على الدوري؟ هل من الممكن، عفوا وبذكر بالاسماء، هل ممكن الشباب او الساحل او الفحيحيل او اليرموك او، واحنا على مدى 60 عاما ما شفنا اي واحد اللهم الا نادي الجهره خذ الدوري ايام وشو ثلاث صالح زكريا ايام صالح جهر اخذ بطوله الدوري، بعد ذلك هل من الممكن ينافسون على الدوري؟ بتفضل في ابو محمد لا. او يتمنى اقل شيء؟ نعم لا لا ابو مشعل تفضل. انا يمكن عندي عده نقاط ومن ضمنها سؤالك جدا ممتاز ابو مشعل، وارد على اخوي ابو سعود لما تكلم ان نبي منتخب قوي. احنا اول شيء عشان انت يكون عندك دوري قوي انظر الى مستوى المدربين مع احترامي وتقديري لهم المتواجدين بالدوري الكويتي اللي موجود يعني. طبعا المدرب يعني اغلبهم اللي الان بالدوري الكويتي مدربين وطنيين، يعني احنا ما شفنا في تغير في الاداء، ما شفنا تغير حتى في رتم الفريق بالمنافسه، مع ان بوجود خمس محترفين وكل طالب الانديه الاغلبيه طالبت بخمس محترفين. وانا ضد هذه الفكره، انت تبي تطور المستوى يكون عندك دوري قوي، تجيب محترفين اثنين بالكثير وتعطي الفرصه، لان احنا بنقعد نوقف على ريننا، تعطي فرصه للاعب المحلي، وهذا ما حصل حتى مع المنتخب الاولمبي. الفريق اللي لعب في المنتخب الاولمبي يدري ابو احمد اغلبهم ما كانوا يشاركون مع انديتهم الدرجه الاولى، ما لهم فرصه بوجود خمس محترفين تتكلم عن نص الفريق، فبالتالي وضع طبيعي يظهر المستوى يظهر تظهر الفرق بهذا المستوى، مستوى قريب جدا ومتواضع. اتكلم عن 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 فريق نادي كاظمه، هذه ترى مشعل ما هي وليدة الساعة، لو يذكر يمكن ابو احمد موجود معاي ان نادي كاظمه في الموسم اللي فات استغنوا عن مجموعه كبيره من اللاعبين، وقامت القيامه في نادي كاظمه، حتى جماهير نادي كاظمه شلون تستغني مجموعه من اللاعبين، قال. وهذه كانت فكره مدير الكره فواز بخيت الله يذكره بالخير مع بدر حجي حتى رغبه اللاعبين بعد. نعم اي، فقال لك انا هالمجموعه اللاعبين صار لي اكثر من 10 سنين وياهم، انا ما قاعد احقق بطوله، انا بسوي فريق. فهو كان اختيارهم كان موفق، اداره الفريق رسبت سياسه رفعتها لمجلس اداره، وافق مجلس اداره
مثل ما قال ابو محمد داركو، داركو يمكن حتى درب الفريق النادي العربي الاول وبينت بصماته. تكلم عن فكر مدرب وفريق مدرب. داركو لعب هذا الموسم بتنظيم جيد، لعب في 4-4-3 وهذه مجازفه نادر ما تلقى. يمكن الكويت بالفتره الاخيره قام يلعب نبيل معلول لما اتى 4-4-3 في بيضة. ليش مجازفه؟ وين في مجازفه؟ مجازفه انا اقول لك مجازفه ليش. انت اول شيء انت تفتقد دائما في ملاعبنا 4-4-3 وايد شوف ما يصير. لا 4-3-3 4-3-3 لعب لو تذكرها بال لا 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 لعب في مهدي 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 بن رحمه وعلي حسين وطلال فاضل. فنادي كاظمة كذلك وجود مكسب رضا هاني في وسط الملعب، لعب في ثلاث مهاجمين عرسال اول في البدايه ما كان اساسي، بالتالي اعطاه فرصه وكان حبيتر وملى هذا المكان بوجود شبيب اللاعب الهداف وبوجود بندر بورسلي. فهذه بحد ذاتها مجازفه لفريق نادي كاظمة، ولكن هم يلعب عنده تنظيم دفاع ويلعب على الهجمة المرتدة. فريق نادي كاظمة لاعبين يملكون لياقة بدنية عالية، ناهيك عن حارس المرمى هذا الموسم يختلف، ودائما الحارس المرمى كل ما كبر بالسن كل ما صارت عنده الخبرة أكثر هو يعطي الفريق أكثر، فبالتالي تشوف فريق كاظمة بالصدارة. كم مستوى عام أنا أشوف الفرق يعني المستويات متقاربة، تتكلم عن الكاظمة 17 نقطة، الكويت 16 نقطة، السالمية 14، القادسية 13، يعني القادسية لا زال موجود بمنافسة، إذا مباراة باكر تغلب فيها راح يصير 16 قريب ما بين المتصدر في نقطة. وخلنا نتكلم عن هذا موجود، وخلنا نتكلم عن مباراة القادسية. تكلمت مش على ليموت الفرق الثانية ما يكون، لأن هو طموح وهي رغبة، طموح ورغبة. الفرق هذه اللي بالمؤخرة يقول لك أنا أبلعب بالدوري الممتاز ما أبي أطيح، يدري هو ما قاعد منافس. يعني أنا أتكلم حتى عن فريق نادي النصر اللي إحنا توقعنا هذا الموسم يكون هو فريق منافس لأنه يمتلك لاعبين ممتازين على مستوى المحترفين وعلى المستوى اللاعب المحلي، يعني عنده عناصر خبرة. لكن فريق النصر محير، يعني يحق الفرق الكبيرة يقدم مستوى يتعادل، الفرق الصغيرة يخسر منها. فأبو مشعل هو اللي يطور الدوري واللي يطور المستوى فكر المدربين المتواجدين في يعني في السابق كانوا مدربين تشيك، بلغار، برازيليين، مدرب ايطالي لنادي كاظمة. شوف طرق اللعب مختلفه، المستوى يتطور، لكن مع احترام وتقدير للمدرب الوطني ما يعني يمكن من الوحيد اللي دش محمد ابراهيم الفريق نادي السالميه اللي خلى نادي السالميه تغير تغيير كامل من الناحيه النفسيه، وقاعد يقدم مباراه جدا ممتازه، تغلب على العربي، تغلب على الكويت، تغلب على القادسية، وبالتالي هو قريب من المنافسة يمكن. لكن الشيء المؤسف في الدوري الكويتي اللي قاعد يشاهده مستوى التحكيم اللي قاعد يضيع مجهود فرق. مستوى التحكيم، تحكيم لا مستوى التحكيم مهم جدا، متى ما ارتفع المستوى الدوري ولكن التحكيم سيء فالتالي راح انت توقع في مشاكل. بمشعل كل جولة فيها مشاكل، كل جولة فيها مشاكل. يعني الاخوان الحكام ما قاعد يشاهدون الدوريات الاخرى، لا توقف اللعب، اللعب سريع. يعني احنا بالوقت الفعلي يمكن قاعد نلعب يمكن 60 دقيقة و30 دقيقة كلها احتجاجات. والحل ثقافة، يعني ثقافة. هل نستغني عن الحكام؟ ما تستغني ابو مشعل، انت في البداية تعاقد معاه مع حكم سويسري صح؟ اللي جاب الاتحاد تعاقد معاه، شنو دوره؟ طور الحكام، ثقف الحكام، قاعد معاهم عطى محاضرات قيم على دورات الفي ار بس ما على تطوير الحكم، ما على صوت ومشعل يعني حتى ابو مشعل المشاكل اللي قاعده تحصل مع الحكم بين الفي ار، فهذه مشكله بحد ذاتها. يعني انتوا يا حكام يعني ما يحز بنفسكم، انتوا ما حتى ما قاعد يطلبونكم برا تحكمون. يعني المهازل اللي قاعد يشوفها التحكيميه داخل ارضيه الملعب هذه مصيبه يا ابو مشعل، هذه ما تطور المستوى، هذه تحبط المستوى. مشعل يعني احنا بالنسبه لموضوع الحكام دائما احنا مع الحكم الكويتي، ودنا يكون الحكم الكويتي هو اللي يحكم، ما ودنا يجلبون مدربين اجانب يحكمون في دورينا، ولكن الحكم الكويتي هو اللي قاعد يخلي الناس تطالب في حكام اجانب. يعني اليوم انا لو رئيس جهاز كره اطلع مع الفريق معسكر واتعب وكذا وتجيني انت بمجرد خطا تضيع علي مباراه، اي واحد ما يقبلها. احنا مع الاحتجاج، ولكن مو مع ان اي ادش على الحكم وبالصوره اللي احنا قاعد نشوفها. انا اتمنى ان ما نشوف المناظر اللي شفناها في المباريات الاخيره اللي قاعد تصير. محمد كل جوله مشكله، كل جولة قاعد نشوف مشكله، كل جوله قاعد نشوف يعني من أسوأ لأسوأ. بس ترى يعني ما في احداث ابو محمد، يعني فقط حاله قاسيه وسلمان عوال مدرب. يعني الحمد لله الاهم ايضا نقول
يعني اخطاء مو مشعل مؤثره في النتائج اللي صار حسب الاخطاء مو بالاحداث يعني انا اقصد حتى يعني مو مشعل بس هو شوف يعني المفروض تحكيم بمساعده الفي ار ما في اخطاء انا اتفق مع كلام ابو خالد المشكله في ان قاعد يعني غير انك دورينا ومستوى اللاعبين واللياقه البدنيه الحكم قاعد يساعد في انه يموت اللعب ليش احنا بالالتحامات لما نطلع في البطولات الخارجيه ما نكسبها ليش احنا ضعاف بدنيا لان التحكيم مو مختلف التحكيم متطور احنا لعبنا كره وعرفنا انه برا لما نطلع نعرف ان الحكم الكويتي مثل في فاولات يحسبها لكن لما نطلع خارجي ندري ان في التحامات ما يحسبها وهذا من الاسباب ترى حتى التطور اللاعب نفسه ليش احنا يعني انا اتفق يا ابو سعود لما يكونون خمس فرق واتمنى يعني انا بغض النظر اني كظماوي اتمنى كاظم يكون متصدر وفارق مريح لكن كفائده للكره الكويتيه اتمنى ان خمس فرق تنافس لنهايه الدوري هذا ليش لانك تخلق لك غير ان مسؤوليه الاتحاد في المسابقه انه يطورها يزيد عدد المباريات لكن لما اللاعب يصير ان كل مباراه يتنافس فيها وينطر انه مثل اذا خسر مثل كاظمه وهو يفاز مثل باكر مباراه قادسيه وانه بيصير فارق نقطه ترى حتى اللاعب نفس بالمباراه يتطور حتى يكون قوي ويكون تركيزه احنا 10 15 سنه منافسه بين فريقين لاعبي المنتخب 11 لاعب كلهم يوم الكويت يوم القادسيه ماتت المنافسه يعرفون بعض فما تشوفهم داخل لما يوصلون المنتخب او البطولات الخارجيه ماكو تاثير لان ماكو منافسه احمد النقطه الاخيره ابو طلال النقطه الاخيره ما خلونا نكمل يعني الحادثه اللي صارت مع سلمان عواد المدرب نادي النصر ترى احنا عرف سلمان عواد حق درب كذا نادي ما شفنا طلعت منه اللي حصلت بالمباراه الاخيره ريال طلع من طوره يعني شيء انا مدرب تحسب علي انذارات ما هي مستحقه ولا ما هي مستحقه في قرارات الامانه يعني اول خرب المباراه حلاوه المباراه طلعت باحداث احنا اليوم حتى بالتصوير المباريات هذه ترى مو احنا الكويت بس طالع الكويت طالع المباراه الخارج قاعد يطالعون مباراة بدول الخليج قاعد يطالعون المباراة فهذا اليوم تعكس كحكام تعكس الصورة على حكام بشكل عام هذا واحد جزء من الحكام فاليوم لما ظهر بصورة سلمان عواد أنا ما لومه بس ما أرضى أنا قلت ضربت مثال الحين هو حالتين فقط يعني أنا قاعد يعني أقول إنه ما في أحداث شنو أخلاقيات هذا المدرب فقط محمد عفوا عبد الله تفضلت وقلت إن لاعبين المنتخب في كل السنوات قادسية للكويت السنوات الأخيرة سنة من سنين مو ستة لاعبين أو ثمان لاعبين من نادي كاظمي بطولة واحدة بطولة واحدة بس كانوا فارضين نفسهم نعم فارضين نفسهم لاعبين كاظمي زين ايه؟ على مدرب لا لا خليني أقول لك شيء مش على أساس لا لا حتى أبو حمود كانوا ويانا ما شاء الله أبو حمود ويانا لا بس كانوا يستحقون أبو سعود كانوا لاعبين كاظمي يستحقون أنهم يكونوا بطولة الخليج كنا متواجدين شوف السنوات يعني الأخيرة خلينا نقول هاي ب 96 بس من 94 كانوا خمس إلى ست لاعبين متواجدين مع المنتخب من لاعبين كاظمي اللي صاروا السبعة في لعبتين وجاسم يعني أبو حمود يدري شنو كان القرار إنه في عندنا لعبتين وصار الاتفاق إنه يثق في أمل ترى يانا الغرفة بعد ما قعد ويا أبو حمود وأبو فهد يانا وقعد ويانا وقال راح تلعبون ستة يعني خالد الفضلي لأنه الجول شيء بس إحنا كل لاعبين كاظم كلنا كنا تجمعنا بغرفة عبد العزيز الهندي غرفتي أنا وعزيز وتجمعنا ويا قال ترى أنتوا باكر يانا يعني نمشي مع بعض ونكمل مباراة السعودية يوم ثمنها بعدها مباراة قطر لأن مطلوب منا أن نفوز باللعبتين صارت البطولة أو الحدث هذا في سبع لاعبين من كاظمة ترى بلعبتين بطولة الخليج بطولة إيه بطولة الخليج بطولة واحدة لكن تواجدنا كلاعبين كاظمة متواجدين لا كنتوا خمسة تقريبا ثابتين تو نعم قبل إيه؟ حتى قبل ما شاء الله سافر إيه أنت وفواز وعصام وعصام سكين الله يذكره بالخير خالد فضلي فارضين نفسكم وبدر حي ايضا زين قبل لا يكون ما شاء الله لا بس تخيل عشان ندافع عنكم لا لا بالعكس انا لا اساس لا يصير اللغط في امر بعدين لعب اثنين من العربي ولا واحد من العربي لعب خالد داوود وحمد صالح
أسامة حسين أسامة وعبد الله وبران الأربعة وإحنا السبعة هذا الأربعة بعدين غير عبد الله وبران لعب بشار وأحمد موسى توقع بدال ما أتذكر من بس هو كان مدرب النادي كاظمي ترى بعد وجهة كان عنده لو عنده يعني وجهة نظر مدرب لأن نعم عارف لاعبينه وراهن عليهم وراهن عليهم نعم وتجاهل عليهم وداش بالتشكيلة ترى حتى تاريخا خلينا نكون واقعي حتى تاريخا يحدث أحيانا أبو عبد الله شاهد على ذلك أن في ستة سبعة من القادسية في السنين ستة سبعة أحيانا من سنوات من العربي صح. ستة سبعة أيضا من لا المدرب يثق هذا هذه من مصلحة المدرب أنا أعتقد ما شاء الله يا نغرق جميع لا بس أبو مشعل الفترة هاي اللي تكلم عنها أبو أحمد هو كان مدرب كاظمة اختاروه للمنتخب فالفترة قصيرة عنده ثقة في لاعبين كاظمة اختار منهم المجموعة بس قبل ما شاء الله أنا قاعد أقول خمسة الأسماء اللي أنا ذكرتهم كانوا فارضين نفسهم على المنتخب بالضبط سواء ما شاء الله أو غير صح صح هل تأكيدا لك لا لا عدل صارت مع فيليبس كوري اللي بالقادسية دورة الخليج 90 90 صح عارو اللي بالكويت اي خذا سبعة من القادسية صح كنا نلعب سبعة قاعد تبوش كرة لا هي كذي كرة مدرب بي من نادي بمشعل لازم ياخذ ربعه يعني اول شيء من مصلحته هو يبي يفوز ايضا يبي يفوز عارفين طريقته عارفين اسلوبه عارفين يعني تفكيره عارف معاه يمكن الفرق اللي كانت موجوده في ذاك الوقت اللي خذوا مدربينها مدرب ناجح يعني ما اخذوا مدرب من اسفل الجدول يعني ما شاء الله كان كاظمة فريق متصدر وفريق قوي وفريق بطل ماخذ كاس ماخذ عنده نجوم فلما سفير الكره لما يا فيليب القادسية كان مسيطر يعني ذاك الوقت مع فيليب القادسية بطل كاس منافس في الدوري العناصر الموجوده اللي اخذها ما اخذها محابات او لان من القادسيه اخذها عناصر قويه يعني كم لاعب اخذوا من القادسيه 13 لاعب لا لا وارد لا لا انا تخلي انا عارف 13 الفتره هذه الفتره هذه موجود انا موجود بالفتره هذه اخذوا 13 حتى كان في محترفين اسمع كان في ايامها كان في محترفين اثنين ايه؟ خذوا حوالي 13 لاعب شلون حوالي ابو محمد حدث العقل ما يعقل انا موجود اي سنه اي سنه خذا 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 وليد الفلي وانا اعود بالمكان ثاني وعبيد وراشد وحمود ابراهيم مو الفتره اللي انت فيها محمد بن ريان او ناصر مو انت الفتره اللي فيها 90 قاعد اكلمك عقبك عقبك انا اتكلم ابو محمد انا قاعد اكلمك عن دوره الخليج 90 إيه لا لا ما اتكلم عن هذا هذه اللي اتكلم عنها اتكلم عن كاس الخليج 90 انا اتكلم بعدين كوالد زقعلو القادسيه كان في ذاك الوقت كم ربعنا 6 7 كانوا يلعبون يعني منتخب عسكري منتخب وطني كلها كانت الله يرحمه فاروق وسعود وحمد وجاسم وفيصل اي سلطاني رضا الحناصر الموجوده فرضا تفرض اسماء فرضا نفسها تفرض نفسها يعني على اي مدرب المدرب يبي النجاح يعني بغض النظر عن فيه هذا الشيء الاساسي المدرب يبي ينجح يعني ليش يقول لك يعني نضحك اقول كاظم قال نغرق او لان المدرب يبي ينجح مختارينه يبينه معطينا ثقه وطالقين ايده سوي اللي تبي عشان تنجح فهو تفكيره ومش على كذي الامر ما هو يعني ما يعيبه يعني ونجح يعني المنتخب منتخبنا الوطني من كان فيه الكويت والقادسيه تي عقب سعود عبد العزيز العنبري سعد الحوطي الطرابلسي وليد جاسم عدل هذول اربعه القادسيه جاسم فيصل هذه اثنين فوضع طبيعي المدرب يعرف شنو الامكانيات واللاعبين المتواجدين يمكن المدرب هو يعني يبني اول شيء خطته عليهم وهم يبنون المكان اللي هو يبيه وبالتالي هم قاعد يحققون بطوله وهذا وضع طبيعي في كره القدم لو ترجع حق السابق او ايش حق اوروبا برشلونه وريال مدريد بالمنتخب كانوا مرت سنوات برشلونه وريال مدريد هذا وضع طبيعي لكن اللاعب بامكانياته بقدراته بمهاراته هو اللي يفرض شخصيته على على على, على, على اي مدرب فكاظم لما كانوا مدربين ما شاء الله يقول لك انا جيت بوقت محدد فبالتالي ابي استقر ابي الاستقرار هالسبعه هم متفاهمين مع بعض وفعلا حقق نتيجه شوف بس كانت فكرة ما شاء الله قال لنا قبل الله يقعد مع اللاعبين أنا أبي ستة من كاظم عشان متفاهمين وقلب واحد يسكرون عدل الملعب ويحافظين بعض بالهجوم وبالدفاع وأبي أسامة لأن العربي كانوا مغلوبين من أسامة من الهلال الهلال خسارة قوية الهلال وشد حيله يعني يحاول يثبت أنه ضد السعودية هذه أي صح هالكلام فإنه يعني يقدم مستوى عالي عوض الخسارة اللي خسرناها فكان فكرة مو بس إنك لاعبين لا نفسي بعد مو بس لاعبين أيامها كنت عضو اتحاد ايه عضو اتحاد
ابو عبد الله عن القادسيه والحديث عن القادسيه وكاظمه غدا. ابو مشعل احنا دخل القادسيه تعبونا يعني جماهير القادسيه او الاخوان مشجعي القادسيه. القادسيه فريق يعني يخسر ويفوز يعني من الفرق يمكن ما تعودوا انه يخسر ثلاث لعبات متتاليه او يخسر يعني لعبه لعبتين في الدوري. القادسيه خلص الموسم خساره واحده بس مثل ما احنا دائما كنا نقول احنا توانا جاي الحين اثنين يتكلمون القادسيه ابو عبد الله وشلون القادسيه على قولتهم يعني الممتع اصبح غير ممتع. هذا امر صح. القادسيه الحين ما هو القادسيه اللي كان قبل السنوات اللي فاتت الممتع قادسيه يسمونه الممتع. انت ما تشجع الكره بس تبي تروح تطالع القادسيه لان تبي تستمتع. الان اصبح غير ممتع ابو مشعل. انا عندي راي ويمكن قلته حق حتى الاخوان في نادي القادسيه. في وقت من الاوقات القادسيه كان يملك افضل اللاعبين المواطنين افضل اللاعبين. اذا تذكر كان نواف الخالدي، علي الشمالي، حسين فاضل، مساعد ندى، طلال طلال العامر، حمد العنزي، بلوشي، بدر. وكانت الانديه ما تلحق على القادسيه. الانديه ما تلحق على القادسيه. ركب عليهم اي فراس، جهاد، كيتا، اللي تركب عليه. بمشعل بالثلاث سنوات الاربع سنوات الاخيره الانديه بدات تنتبه حق القادسيه قاعد يتفوق. شلون القادسيه يتفوق باللاعب الوطني اللاعب الكويتي. شوف الحين نادي الكويت حميد، فهد الهاجري، تركماني، زنكي، قنام، لا اللي مو مو اللي مو من نادي الكويت، والكميل جاب له سبعة ستة، والفهد كميل، هذا اللاعبين فيصل يعني. فيصل زايد مش عارف فيصل زايد، يوسف ناصر، يابو تركماني، يابو زنكي، يابو طلال فاضل، يابو سبعة ستة زينين من الأندية الأخرى طعموهم في لاعب في محترفين جيدين صاروا زي كاظمة ياب السنة 13 كاظمة بدوا من كم سنة يجيبون لاعبين بس لما طاحت ايدهم السنة على لاعبين المواطنين الجيدين بدأت الفرق هذه تنافس القادسية. القادسية مع الوقت اللي قاعد يلعب فيه من كم من 2012 و11 هو ياخذ دوري وكاس دوري وكاس الأعمار بدأت ترتفع. القادسية أبو مشعل عنده حوالي 14 لاعب برا الإعارات، إعارات من أحسن أفضل لاعبين الناشئين في القادسية. محمد خالد في الجهرة، عبد الرحمن العنزي في بورقان، ما أدري وين كان العام مع كاظمة وبعدين انتقل راح النصر ومن النصر راح. عندهم القبندي، عندهم لاعبين جيدين خارج النادي القادسية. القادسية علشان يعيد مثل ما كان يسوي في الأول، الحين القادسية عنده أمر واحد لازم يسوي، يعتمد على محترف جيد. لازم يجيب للقادسية ثلاث أربع محترفين على مستوى عالي عدل علشان يقدر يسكر الهوة اللي صعدت. القادسية طبعا ما يختلف أحد على أن السيد مضوي الآن عنده بعض الأمور الفنية بالتوظيف، عند بعض الأمورية في طريقة الأداء، عند أمور ما تركب مع تفكير ما تركب مع اللاعبين. بس القادسية مو سيء. الأندية بدأت تستعد للقادسية بصورة أكثر جدية. منتخاب السنة السيد جمال كاظمي 15 لاعب من برا، يمكن اللي بقى اللي فيهم كان ظاهر محمد فريح، والأندية الباقي كلهم راحت توزعت. الأندية فطنت حق القادسية. القادسية كان يغلبهم لاعب المواطن، جابوا لاعبين مواطنين. الحين القادسية يقدر يتفوق مرة ثانية، يجيب لاعبين محترفين على مستوى عالي. خمس سنين القادسية ما عندهم محترفين جيدين، ما عندهم محترفين على مستوى عالي. ومش عالي ما عندهم يعني. القادسية فريق زين يلعب كرة، يونس، تستانس، تروح تطالع القادسية. بو خالد القادسية يمتعك وانت تطالع وانت تشاهد القادسية تستانس يعني. انما الحين العالم انقلبوا خسارة لعبة، تعادلوا في حيل، خسروا من السالمية، خسروا من الكويت، خسروا من الكويت. جنة جنون العالم، مو متوقعين ان القادسية يخسر. القادسية يخسر. القادسية اذا ما كان في كامل قوته يخسر حاله حال كل الفرق اللي تخسره. بس القادسية ابو عبد الله معنويا قاعد تشوفهم داخل الملعب، مو هذا القادسية. روح 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 القادسية اليوم اللي قاعد يلعب اسم نادي القادسية مو لاعبين. اسم القادسية لو يلعب اللاعبين ابو خالد ابو محمد مو هذا اللاعبين. انا اليوم حتى لو قاعد في اختلاف على المدرب سواء من الجماهير قايم على المدرب اليوم، حتى لو كان مدرب لو كان مدرب سيء انا داخل الملعب كلاعب اسم نادي القادسية انا اليوم اغير نتيجه. في عندهم لاعبين ممكن يغيروا نتيجه بس صار في احباط عندهم من خساره من تعادل، هذه سوت لهم مشكله في نادي القادسيه. طبعا اتمنى ان اللاعبين يرجعون نفسهم. اليوم انتم قاعد تمثلون نادي القادسيه. القادسيه خسر منه دور الاداره اليوم وسط الملعب خالد اللي كانوا ماسكين وسط الملعب ماسكين حتى الدفاع. لو بتلاحظ تراشي بوجود سلطان ورضا كان هو دائما يتقدم الى امام يكون عامل مساعد للمهاجمين. الان بعد ما راحوا الاثنين ترك فضاوه لان فهد الانصاري ومحمد خليل ما يلعبون لاعبين ارتكازي. فهد
لو تشوفه في الموسم الماضي بوجود الاثنين سلطان وهذاك دائما تلقاه بالثلث الاخير في عند المهاجمين يصنع يسدد يسجل. الان صارت على المسؤوليه ثقيله حتى ناهيك عن الرتب البطيء اللي قاعد يلعبه فريق القادسيه. فريق القادسيه قاعد يوصل الى المرمى، شنو مشكلته؟ مشكلته بالتسجيل، ما عنده النهايه ما عنده، يعني لحد الان صار له يمكن اربع خمس مواسم ما توفق في مهاجم راس حربه صريح. ولا انت قاعد توصل يعني تتكلم عن القادسيه لما انت مغلوب امام السالميه وترد تسجل هدف التعادل وترد تسجل هدف الفوز، وبالتالي تبدا يمكن المعنويات تقل. ابو خالد من المسؤول؟ ها؟ من المسؤول؟ اداره الفريق. هل لخبطه هذه اداره الفريق؟ اداره الفريق ولا النادي؟ النادي 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 واداره الفريق. الفريق هذه اداره فريق طبعا. طبعا انا كاداره فريق ما ارفع تقرير حق مجلس الاداره اقول انا عاني من هم يتابعون اول باول كل شيء قاعد يتابعونه. اي تحملونه نادي النادي تحمله مجلس الاداره تحمله. ابو سعود اتفق معاك انا النادي تحمله نادي تحمل مجلس الاداره هو اللي حاسب. عندي لاعبين اخليهم يروحون من الانديه هو يعني صراحة. شوف شوف من افضل ما يعني سلطان ولا رضا اللي موجودين وقاعد قاعد يقدم. انا اتفق معاك اكو هذا رضا الحين بنادي كاظمه قاعد يقدم من اكو شيء اسمه هذا تحمله مجلس اداره اكو شيء اسمه حسن التصرف. واحد والله تعال ابطلع قلت تعال ليش تطلع؟ ابو سعود انا جايبه انا هذه ما لا والله انا ابي محتاج محتاج واذا ما بلغني عفوا حسب قانون اللي موجود جديد طيب اسمح لي اقول لك عفوا اسمح لي بس ابو سعود لاعب لا قعدت معه ولا اشتكى لك بس انا اقول لك لا اشتكى لك ولا شيء اذا تفاجأت في طق وطلع وراح لعمان او راح الى البحرين واخذ كرته وشوي ولا هو راح الى سم من الانديه شنو ذنبك انت قبل لا يروح قبل لا يصير هذا انت ما تدري عنه اساسا لا 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 وجهه نظر بس لا اول ما يصير اي شيء لازم انا اللاعبين كانوا مع مع الفريق بمعسكر معسكر برا قاعد كانوا معسكر انا ما اقصد يعني لاعبين معينين اقصد يعني كل اي نادي بس في حالات ترى بعد ما رجعوا تفاجأوا يقول اللاعبين قالوا بنطلع من النادي ما احنا مجدد العقد كان وقتها تجديد عقود لما طلع القرار تجديد العقود قالوا ما احنا لاعبين بس اكو شيء اسمه حسن تصرف اقعد اي باللاعبين ما قال مسعود ليش تطلع وشوف والله ابي كذا كذا اقعد ما ممكن احل مشاكله ما افرط فيه لان هذا عنصر مهم والان العنصر المهم اذا فقدته صعب تعوض هذا لما يبلغك كابتن انا معاك نعم لما يبلغك كاداره فريق او اداره نادي انا والله ترى بروح الى اسم من الانديه او بطلع نعم. من النادي انت بتقعد معه بتحل مشكله تعش المشكله هل هي ماديه ماديه هل ماديه هل هل زين كلها ماديه لكن مادية اذا ما بلغت انت وحصلت ابو احمد تفضل انا يعني ما ابي اكون قاسي على كل اللاعبين هم اللاعبين يعني قصه الولاء هذه انتهت ماكو شيء ماكو ولا خلاص ولا الفنيل هذه اليوم دائما اقولها الماده اليوم تلعب دور خلاص. انا يعني انا اقولها دائما اذا انا املك لاعب مميز شلون الاداره مو انك تجيب سكور شيت وتسجل الانذارات لا الاداره تعرف شلون تدش في نفسيه اللاعبين شلون تريحها شلون تحافظ على اللاعبين وشلون تحس ترى حتى الاخبار او الامور اللي ممكن تشك فيها تابع للمواضيع مالت اللاعب نعم تابعها وتحس ان اللاعب هذا ممكن يضيع منك نادي كاظمه ليش هو النادي الوحيد اللي اول من ثلاث سنوات او خمس سنوات عقود مع اللاعبين كلهم نعم مبالغ يمكن مو مجزيه لكن هو بادر لأنه حافظ عليهم عندنا لاعب يعني الحين عندنا فهد الفضلي ما شاء الله أولمبي أو تحت 20 سنة وقع ويا النادي أساس يحافظ عليه شلون أحافظ عليه أنه بداية مشوارك عمره 18 سنة أعطيه المبلغ الفلاني ليه شفته أنا بعد سنتين أوقع ويا سنتين علي إذا ماني قادر عليه خلاص أستفيد منه وهذه العقلية اللي لازم نعرفها أن استعباد اللاعب اللي ما بي أنا أذكرها انك على الاقل استثمر اللاعب عرف اللاعب على الاقل اذا ما هذا اللاعب هذا ابيع النادي مثلا قادر انه يدفع مقابل فلوس اللاعب هذه اقدر اجيب لاعبين لكن للاسف ان احنا مو بس على القادسيه حتى احنا لاعبين طلعوا منه بسبب وانا كنت اداري بالفريق بسبب انه ما حفظنا عليهم قلت لهم لا تعطون يعني لا تعطي ان اللاعب ممكن يكون ولا النادي والفنيلة الشعارات هذه بس راح ميسي بكبرة اللي تربى في برشلونة شعارات راح إلى لأن تدري ليش فلوس تعجي لأنه عاش وسمع في وقت الاعتزال لما تبطل الكرة شنو معاناة اللاعب كأنه طرار للأسف كأنه طرار فعاش إنه حاول يأمن مستقبله يعني الحين معنا اللاعب يعني إحنا جيل جاسم عبد الرحيم وجينا بعدين ما كنا يعني
نفكر في مستقبلنا الوظيفي. كانت الكرة بالنسبة لنا كل شيء، فضحي مستقبلك الدراسي، فما تشوف، تشوف انك بطلت انت وين تشتغل ما تدري شنو اللي حصلته من وظيفتك. فهم الحين افطنوا وعرفوا انه لازم يأمن مستقبله، لان الرواتب اللي قاعد ياخذها نعم مو نفس الخليج او الدول الغريبة، لكن بيأمن وقاعد يشوف مثل نادي الكويت تبارك الرحمن قاعد يقدم، ونتيجة شنو؟ النتيجة اللي قاعد يحققها الحين نادي الكويت وصل كم 15 بطولة أو 16 بطولة كأس الأمير، كان متأخر قبل 20 سنة كم؟ خلال 20 سنة هاي بشنو؟ قدم، لأنه قدم وعطى هذه الإدارة وعرفت شلون تتعامل مع الوضع. الحين المادة أهم شيء في كرة القدم، المادة الموهبة أحمد، نعم. المادة والفكر، لا المادة بدون فكر طبعا كنت العب عشان فنيلة هذه اي ماكو ما في تلفون مو مش على الكويت التلفون يعني الكويت يمكن احنا سولفنا مع الاخوان في نادي الكويت عقب لعبة المحرق اللي بداية الموسم انتهجوا من السنوات اللي فاتت استقطاب اللاعبين، اي لاعب نجم ياخذونه على طول نادي الكويت، يعني حتى لما نصير الصيف العالم كلها في اجازات وفي راحات والكويت على طول راحوا يابوا النيجيري ويابوا 5 مليون و 4 مليون لما جات لعبه المحرك وخسروا في وخرج الكويت من الدور قبل او الدور قبل النهائي من كاس الاتحاد الاسيوي انتبهوا. واحنا سولفنا يعني غريبين يعني من بعض الاخوان في نادي الكويت على ان النهج اللي انتخذ اللي انتهجه بسعود فريق الاداره نادي الكويت مو صح. انت تستقطب لاعب زين بس ما تقدر تسوي فريق زين، لان الكويت بالفتره اللي فاتت يون 9 لما 10 او 1 شال المدرب وشال المحترفين، شال المدرب وشال المدربين، بداوا يعتمدون على 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 قواعدهم على لاعبينهم الصغار. الكويت هو الحين بالتشكيل الاساسي، وهذه وهذه مو عيب يعني، هذه سياسه. انت لما تبي تعدل عدل صح. الكويت عندهم عن كل 14 نادي في الكويت، الكويت عندهم سياسه التحفيز للاعبين، ولا اي نادي بالكويت عنده اداره تحفيز المادي. نعم عنده اداره ابو مشعل يروح شيء هذا النقطه ابو مشعل اي مباريات يروح ساعات يروح القادسيه والكويت استاذ جابر منو المرشح القادسيه. الكويت عنده تحفيز وعنده تجهيز وعنده تاهيل لاعبين تحضير وتحضير يفوق كل الانديه، مو شرط يعني طبعا الماده شيء مهم، بس يعني ابو محمد خالد الغانم وعادل ابو خالد تحفيزهم للاعبين وتشجيعهم للاعبين، مو قاعد يلعب زين اخذ الكاس، مو قاعد يقدم زين بالهذا اخذ ولي العهد وياخذ من القادسيه وياخذ من العربي مو ياخذ من اي نادي يعني. فالكويت عنده ميزه هذه الاداريه. انا اقول حق اذكر ابو الخير محمد عبد الله اقول له الكويت الدوري او الكاس نص حق الاداره ونص حق الجهاز الفني، لان عندهم اداره الحقيقه. ابو عبد الله الكويت عندهم سياسه فعلا، هو الحافز المادي موجود، ولكن عندهم على مستوى الأجهزة الإدارية في المراحل السنية عندهم ناس يتابعون الأندية بالمراحل السنية، من اللاعب ياخذون اللاعبين الصغار مراحل السنية اللي بالأندية سواء الأندية الصغيرة. هذا اللي قاعد يسوونه الآن الكويت، الحين أربع صغار النادي قاعد يبونه، وهذا اللي قاعد تشوف اليوم نادي الكويت شنو قاعد ينافس مراحل السنية كلها. هذا اللي قاعد يسوونه الآن الكويت. عموما نتمنى ان شاء الله ان نرى مباراه الغد بين القادسيه وكاظمه ترتقي حقيقه الى المستوى الفني اللي نتمناه حقيقه من الفريقين، وكذلك الحضور الجماهيري، وان القادسيه طبعا شيء طبيعي ان يكون هناك حضور جماهيري للقادسيه، ولكن كاظمه هذا لا يعني ان لا تحضر جماهيره، وهو ايضا مرشح السنه الى بطوله الدوري، هو الان وفي المقدمه بغض النظر عن الفارق نقطة أو ثلاث نقاط أو نقطتين، ولكن فريق كاظمة قاعد يقدم أيضا مستوى فني الكل حي يقدر ويحترم هذا المستوى. عموما عندنا جانب آخر، محور آخر، هو تأثير الإعلام على الجهازين الإداري والفني، شنو التأثير هذا؟ خلينا نشوف التقرير وبعد ذلك نتحدث عن هذا. ساهم إعلامنا الرياضي على مر السنوات بدور فعال ومؤثر في مختلف الاستحقاقات،
وشاطر منتخباتنا الوطنية النجاحات التي ترجمت على أرض الواقع من خلال تسليطه الضوء على المشاركات وتركيزه على مواطن القوة والخلل وتقديمه المقترحات والحلول المناسبة لكثير من العقبات مما ساهم في تصويب المسار. إعلامنا الرياضي يطلع بدور ريادي في تنمية مجتمعنا، خاصة في تطور أساليب وطرق إيصال المعلومات والأخبار مما ساهم في استهدافه لقاعدة أكبر عبر منصاته المختلفة والمتنوعة بين صحافة مكتوبة ومرئية ومسموعة، وأخيراً وسائل التواصل الاجتماعي الذي فرضت نفسها كقوة مؤثرة في زمن السرعة. وهناك مهمة ملقاة على عاتق إعلامنا الرياضي، وهي الحد من ظاهرة التعصب والعنف في الملاعب، وهو ما يسهم بشكل كبير في خلق أجواء أفضل للمنافسات، ما ينعكس مباشرة على أداء الرياضيين وقدرتهم على الارتقاء بمستوياتهم إلى درجات عالية من التميز. الإعلام وما أدراك ما الإعلام، هذا الجهاز الخطير حقيقة. والإعلام بشكل عام ليس فقط المرئي ولكن المسموع المقروء، كل هذا وسيله. شنو تأثير حقيقة على اللاعب، على الجهاز الإداري، على الجهاز الفني؟ شلون التعامل مع هذا الجهاز في الكويت عندنا عموما على مستوى أنديتنا؟ شلون تعاملهم؟ شنو تأثير عليهم أبو عبد الله؟ لا ما في شك، يعني اولا احنا الاعلام الرياضي عندنا صراحه رائد يعني من من في المنطقه وبشكل عام. يعني اذا كنا نتكلم عن في وقتنا، وقت الوقت اللي كنا نلعب فيه او بعدنا، يعني الحقيقه لا تاثير كبير، خاصه في يعني نتكلم اذا تبي نتكلم على ايام المنتخبات او ايام المباريات إيه نعم، او في الدورات او في تحفيز الجماهير وفي تشجيع وشد همم من اللاعبين. الحقيقه يعني مروا علينا ولا تحديد للأسماء، حقيقة أساتذة كبار يعني أصحاب قلم نظيف وقلم صراحة صريح وقلم رائد في النقد، في الإشادة، في التشجيع، في أمور كثيرة صراحة. واللاعب الحقيقة يستفيد استفادة كبيرة، يعني لما ينتقد يشوف القلم اللي ناقده، يشوف طريقة النقد، يشوف الأسلوب اللي في نقد صراحة. يعني أمور إحنا تأثرنا، يعني إحنا يمكن في ذاك الوقت يمكننا نلعب. أنا أذكر رحمة الله عليه الأستاذ أسامة صبري كان في 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 الأنباء، رئيس القسم الرياضي في الأنباء، يمكن يعني سحبنا أو أنا سحبني في أكتب أسبوعي عن أي شيء يخطر في بالك رياضي، مباريات دوري، مباريات أي فكرة في بالك، أي فكرة في بالك، يعني من باب تعرف ايش كثر الوسع او كثر المساحه، ايش يعني كثر اللي تنفردها الصحافه. اي والله اللي تنفرد فيها الصحافه، لان انت ابو مشعل في كل الاخوان اللي كانوا صحفيين في ذاك الوقت، يعني نتابع الكل، الرحمه محمود صالح في بالراي يعني في كل الاساتذه الكبار يعني اللي كنا نتابعهم، فكنا نتاثر الصراحه. في نقد لازم تصلح، يشوفك في المره الجايه لانه قاعد يتابعك، يشوفك المره الجايه تحسن من صورتك، تصرف مو زين، يتكلمون عن جماهير، يتكلمون عن مباريات، يتكلمون عن حكام. كان الامر فيه صراحه، وفي صراحه يعني مثل ما نقول في شيء في دقه، يعني ما في خصوصيه ولا في تجني على احد ولا في على مثل ما نقول. ونعم مؤثر، نعم انا اعترفنا الاعلام كان مؤثر جدا. وتعرفه يعني ما تعرفه قبل لا نبتدي بسعود. صح، قبل لا نبتدي وندش في موضوع السوشيال ميديا وغيره، خلينا نبقى مثل ما تفضل فيه الاخ ابو عبد الله صالح. لا انت بتتكلم عن انا بتتكلم عن نعم مرحلتنا تأثير عليكم كانوا يعني موجودين لاعبين اداريين. نتكلم عن يعني انا نعم. والله يعني قاعد يعني انا بتكلم ابو عبد الله قاعد اكتب الاسامي يعني نعم. الله يرحمهم يعني تكلم عن اسامه صبري، تكلم علي خليل الريان مال الغبس، فاروق التركي من الناس اللي ودك تقعد وياه وتسمع منه حتى تحليل راوي. السيد الهويدي يعني، محمد الراوي، هذول المجموعه الله يرحمهم
محمود صالح فوز فوز جلال فتحي سواح يعني شوف هذه اسامي قاعده اكتب عبد الله ابو خاطر عبد الله ابو خاطر كان الله احسن الله عندك لا هذه حق المواطنين الحين اقول حق الاخوان العرب صلاح رشدي صلاح رشدي هذول من اخواننا العرب كلهم تكلم عن فيصل الله يرحمه رمزي عطيفه رمزي عطيفه تكلم عن فيصل الغناحي تقعد معاه وتاخذ منه الايجابيات والسلبيات اللي يطرحها جابر نصار يعني ترى جابر من الاعلاميين الاوائل يعني مطلق نصار هذا من الكويتيين الان عدنان السيد فيصل معرفي الله يرحمه صادق بدر جاسم اشكناني هذول اللي موجودين اللي حافظ ضاحي عندك اللي عيسى طالب صادق بدر صادق بدر فيصل مقصيد صاحبنا كان يكتب وكان كان اعلامي مميز عندك ناصر العنزي اللي احنا يمكن اعتقد بالانباء مجموعه هذه يعني انت تتكلم عن تقعد معاهم يعني اذا لعبت مباراه يمكن تكون سيء فيها ابو مشعل زين انا يعني كلاعب يعني نعم تكون بهالمباراه مو يومك على طول من مباراه من بكره نروح نشتري الصحف نطالعها نقرا نطالع شنو رده فعلهم شلون في ناس تكتب اشياء السلبيه اللي انت عملت فيها داخل الملعب تقرا التحليل مال الصفحه تشوف تاخذ انت الشيء اللي انت اخطيت فيها داخل الملعب عشان تصلحها للمباراه القادمه يعني تقول اه هذا ما دام هذا انا هذا تكلم عني ونقدني وهذا لازم انا باكر يعني لازم يكون رده فعلي غير عن اللي اتبع على هذا مباراه الاسبوع الجاي اقدم مستوى متميز اسمع الكلام عقب من بكره ان بالمانشيت يعطيك يعني نعم. مانشيت الصحافه يكتبون عنك في 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 رؤيه معانا في في ارتباط اكو ناس الحين ما تعرفهم ما ابو مشعل يعني ما انت عارف منو اللي قاعد يكتب يعني بالسوشيال ميديا ما تدري منو اللي قاعد يكتب يعني يتكلمون عن الصحافه ويتكلم مع احترام لهم وهذا من بني عليهم في السوشيال ميديا الحين بعد شوي بني عليهم بس الصحافه ذاك الوقت يعني صراحه تختلف اختلاف كلي يعني يعني حنا رفعت من معنوياتنا عشنا وياهم الانتصارات يعني انتصاراتنا شاركونا 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 ويا فيها كانت هذه كلها مربوطة الإعلام عندك تلفزيون الكويت عندك الإذاعة عندك هذه كلها كانت مشاركة عنصر أساسي بمشعل الصحفي في المنتخبات شوف انتخابات عنصر يكون متواجد ويانا في كل مكان عنصر أساسي ابو مشعل كان بالفعل الاعلام ذاك الوقت او يعني النقاد كانوا ينقدون لمصلحه الرياضه ونقد بناء بالفعل استفدنا منه وايد اخطائنا وايد صلحناها كانوا ينتقدون اللاعب ينتقدون الاداري ينتقدون المدرب ينتقدون حتى الجمهور كان نقد بناء لمصلحه الرياضه الكويتيه وتقبلها وتقبلها مثل ما قال ابو سعود والله العظيم نخلص المباراه ننطر ثاني يوم ايش كاتبين عنه يعني حتى مثلا اقرب واحد لي جاسم اشكناني يهزئني اذا ما اديت زين مع ان اخوي جاسم اشكناني اقعد وياه يفهم جاسم انا سويت كذا قلت له طبعا عادي وايد تقبلها بالعكس وباجي للاخوان يعني الكويتيين الربع يعني الصحفيين كلهم نفس الخط ماشيين الكويت فوق كل شيء ما عندهم يعني انا والله مؤيد محسوب على جاسم ولا لا مصلحه الكويت وين المنتخب وصلوا معانا من التصفيات فشلنا اول مره مره ثانيه وصلنا الدورات الخليج كلها معانا كاس اسيا مشوا معانا خطوه خطوه كلهم وجهونا كان نقد بناء الواحد غصب عليك تحترم الاعلامي الصحفي تحترمه غصب لانه بالفعل يعطيك من قلبه الحين كأنهم يعني شيء رهيب بحفل يعني أنا واحد من الناس اللي ما كنت يعني ما كنت ألعب ما كنت ألتفت للأمور لكن أنا متأكد إن اللي قالوا الإخوان هو يعني مصلحة العامة ومصلحة الكويت وأهم شيء بالنسبة لي أنا الصدق في العمل هل كانوا مؤثرين مثل ما هو الآن تأثيرهم إلى حد ما هل أنت كلاعب كنت تتابع ما يكتب عنك او يقال من تلفزيون الكويت على سبيل المثال لان ما كان مش عمل قال الحين لا يعني بالسابق
انا يعني اتوقع ان كانوا يعني انا ما كنت اتابع بس انا احس انه هذا خايف علي، لكن للاسف الحين لا تحس انه يعني مو متابع، مجرد انه صاحب. يعني انا ما ابي اشمل الكل اساس ما اخطا في حق اي واحد، لكن انا اتفق مع الاخوان، السابق كانت المصلحه العامه فوق المصلحه الشخصيه، ما كان في تكافئ ما يكافئ ما يعني مو منجز، قاعد نكافئ للاسف في الوقت الحالي انه قاعد نرفع ناس ما قدموا شيء للرياضه، قمنا حتى بالاعلام للاسف يعني شفنا ناس الاعلام صنعهم صنع منهم النجوميه، وهذا في الاساس ما راح تساعد في الرياضه. لما تكون صادق في العمل مثل ما قال ابو حمود، لما تحس ان اللي جاب له مثل يعني انا مثل جابر نصار ابو حمود جاسم اشكناني يعني ما اذكر الاسامي، لما تحس لما يقول لك تحس انه حتى خالد الحربان بيوسف لما كان يعلق علينا لما ينصحك تحس انه هو خايف عليك اكثر من نفسك انت شلون خايف، فبتكون حريص على انك ما تكرر اي شيء غلط سويته وحتى بمستواك. شو ليش انا المباراه هذه ما اديتها زين؟ اكيد مو ماكل زين، اكيد مو نايم عدل، اكيد مو مريح عدل. فبرايي انا الصحافه كانت بالسابق نفس حالها، حال عقلية اللاعبين، حالها الإدارية، حال المسابقات نفسها، التطور كله حتى الصحافة كانت مختلفة بالسابق برأيي. هل ساهمت في صناعة نجم؟ نعم الإعلام؟ أكيد نعم نعم نعم، لأنه هو يستحق، لأنه هو يستحق، فهي كافئته، الصحافة كافئته لأنه هو يستحق، هو تعب لنفسه. لكن بالوقت الحالي لا، يعني بندش بعد شوي على السوشيال ميديا وبقول لك التأثير، يعني للأسف صار التأثير مو على اللاعب بس، حتى على مجالس إدارات الاتحادات والأندية. سألتي على السوشيال ميديا محمد تفضل. يعني بالسابق للأمان الواحد يتكلم يعني كان الصحفي كان يتعب، يعني ما كان فيها المواضيع السوشيال ميديا ولا يعني التكنولوجيا سهلت الامر. كان لا 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 الحين انا اقول لك فرق، يعني احنا يعني بالسابق كان في كان خمس جرايد بالسابق، انا واحد لا كنت اتابع وبعرف اذا انا كنت مؤدي المباراه اليوم بشكل صحيح ولا مو مؤدي، وكنت اشتري الخمس الجرايد واقراهم، وكل جريده مختلفه عن الثانيه بالتحليل، وهذا كان يفيدنا احنا كلاعبين. اليوم شو اللي يختلف؟ ايش اللي يختلف بالجرايد؟ نفس الشيء، لا الاسم بس نفس الكلام، كل الجرايد نفس الكلام، بس فوق الاسم مختلف، الاسم عن الثاني. ولا في السابق كان الاعلامي او الصحفي يتعب، يعني انا واحد كنت اتقبل النقد، ولما كان يتكلم وينتقدني كان من محبته لي انا، يبيني يكون اطلع بصوره افضل، وكنا نتقبل. اليوم ما حيتقبل اللاعبين، ما يتقبلون اذا اليوم اذا انت بتتكلم عنه، لا يبيك انك انت دائما انك تمدح فيه. لا بالسابق اللي خلانا احنا نوصل لهذا المستوى ونوصل لهالبطولات والانجازات هي الصحافه، كان لها دور كبير، كانت تنبهنا اذا كنا زينين، واذا 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 انا كنت اليوم مو زين ارجع ليومين ثلاث ايام قبل المباراه شنو سويت اللي خلتني اظهر بهذه الصوره من خلال التحليل المباراه. كان دورهم مهم ودورهم كبير، وكانوا اعلاميين على مستوى عالي، سواء كان الاخوان العرب او حتى الصحفيين الكويتيين، كان يخافون على اللاعب الكويتي، كان يبونه يوصل لاعلى مستوى وعلى البطولات وعلى الانجازات. هم كان لهم دور كبير، سواء كان لاعبين او جهاز فني واداري، واضف عليهم الاعلام. الاعلام كان دور كبير حتى على مستوى المرئي والمسموع والمغروض، كان كلهم لهم دور. وكان في تخصص ايضا حتى بالنسبه للاخوان اللي تفضل تفضل حتى لا ننسى طبعا الناس اللي كانوا عن طريق مثل ما قال محمد اخر شيء تلفزيون او الاذاعه، مثلا يعني رحمه الله عليه ابو وصال محمد الزامل الله يغفر له ورفيجه محمد المسند وبيوصل حق رساله بس انت ما تيود ومنصور الميلا رحمه الله عليه الله يغفر له يرحمه وبدر المضف رحمه الله عليه وخالد الحربان الله يطول بعمره يا رب وعبد العزيز الخطيب الله يرحمه. طبعا كلهم ادوا رساله بالاعلام يعني كبيره كانت توصلنا وكنا نتابعها بشغف، وانت واحد منهم كنت تعبون على الماده. نعم ما كانت يعني انت قاعد والله تجيك تليفون يكتب كذي، لا ما كان هذا. الحين بالتليفون عندك طق فلان حط فلان
عدل أم هاي بحث صح عدل أم بالتليفون مؤيد تكوى اليوم ما وصلك أبو مشعل تولى اليوم كذي الحين بالتليفون ترى لا إله إلا الله لا يغرك شوارب عقال هذا لا 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 بس الشيء بالشيء يذكر تفضلت وذكرت بعض الإخوان الأساتذة اللي الله أخذ أمانتهم الأخ برازي بدر بوظف كان مدير إدارة التلفزيون في تلفزيون الكويت اللي أعتقد بالأمس يمكن توفت زوجته أم رازي شيخ المظف الله نتغمد لها شريف المظف الله يغفر له ويرحمها برحمته يا رب العالمين. وفي نفس الوقت حقيقة أنا بوقف عند هذا الجانب الجانب الإعلامي وأؤكد على شغلة التقدير والاحترام لكل الأخوة الزملاء الكويتيين أو الإخواننا العرب اللي تتلمذنا على أيديهم وأخص بالذكر حقيقة أيضا أستاذ الفاضل رحمة الله عليه أستاذ فوز جلال اللي منذ الستينات منذ الستينات كنز معلومات وهو كنز من المعلومات وقلم في نفس الوقت أيضا قلم في نفس الوقت كانت هناك مجلة الملاعب اللي أصبحت فيما بعد الجماهير كانت الله يغفر لهم عبد العزيز الخطيب وسليمان المضف فأستاذ فوزي جلال رحمة الله عليه كان كنز إعلامي على مستوى الصحافة أو على مستوى تلفزيون دولة الكويت زين وهذه من الأسماء اللي أفاد الإعلام وأفاد الرياضة الكويتية من خلال ما كان يملك من خبرات إعلامية لهم المغفرة والرحمة يا رب العالمين لكن نقول تركوا أثر كبير على الرياضة الكويتية وكذلك الأخوة اللي أطال الله في أعمارهم لا يزالون يعطون الكثير والكثير وعلى رأس أخوي الفاضل أبو محمد جاسم أشكنال مؤيد ما سمعنا صوتك لا أنت تكلمت في عدة نقاط مهمة جدا وهذه يمكن أنا أعتبرها من أهم محاور هذه الحلقة لا ما بدأ تأثير الإعلام على الرياضة الكويتية على اللاعب على الرياضة على الرياضة الكويتية بشكل عام والإداري. اللي كنا احنا نعلمنا الإعلام في السابق أبو مشعل صنع نجوم صنع لاعب صنع صحفي صنع مدرب صنع إداري صنع مقدمين برامج أيضا. مقدمين برامج أو كتاب إيه نعم أخونا الكبير أبو سعود عبد العزيز العميري ذكر أسامي أبو مشعل رنانة ما في شك لأن هم كانوا هذا اختصاصهم كانوا لاعبين وبعدين صاروا مدربين بعدين صاروا صحفيين لما قال لك أبو سعود عن نقطة مهمة بعد نهاية المباراة أبو سعود يقول أنا بروح أقعد الصبح أشتري الجريدة نعم يستفيد شنو يقولون لأن هم أنت تنزل الملعب إحنا نشوفهم مكانهم المخصص لهم متواجدين قلمهم كان صادق وأنا لما أقول صادق أعلم مدى هذه الكلمة كانوا هم مرافقين لنا في جميع بطولاتنا وعايشين معنا على الحلوة والمرة وعارفين إحنا شنو معسكراتنا فكان يكتب بصدق وكان يعني ينتقدك مجرد للصالح العام حتى رحمة الله عليه الشهيد فهد الأحمد في هو مو مو خلاف شخصي إنما خلاف في وجهات النظر بينه وبين الصحفي الكبير أبو محمد المسي عليه لكن يصر إنه يكون هو متواجد مع الفريق لأن نقله مصادق ومسموع وإذا شاف خطأ بيقول له يقول له ترى هذا خطأ شوف ذاك الوقت شلون التعامل الإعلام دوره مهم جدا في 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 تطوير الرياضة الكويتية الآن يا أبو مشعل الفرق وهذا يا هو ما هو تقليل من شأنه ما في صحفي في ناقل خبر في فرق بين صحفي وبين ناقل الخبر صحفي اللي يكتب لك مقالة ويحلل لك مباراة يعني في معناها فمثل ما تفضلت احنا كنا أبو مشعل ذاك الوقت احنا يعني هرم متواصل مع بعض صحافة وإعلام وانت واحد من الناس من الجيل الذهبي دشيت معانا في موسكو دشيت في كأس العالم كأس آسيا ودورات الخليج وتعرف شلون قاعد تتعامل يعني مع الكوكبة الآن أبو مشعل الصحفي يبي منك مثل لقاء دق عليك تلفون ايش رايك بالفلان لا لا الصحفي عشان تحس بقيمة اللي انت كتبته تتعب على اللاعب اروح حق بسعود اروح لاخذ اقعد اسوي لقاء اخذ منه تصريح بالتلفون ومثل ما قال ابو محمد تحليل كله بالجرايد نفس الصيغة لكن الاسم يتغير وهذا موجود يعني واقع اللي بقوله ان دائما الاعلام هي هو واجهة البلد واجهة البلد في كل مكان لان الاعلام دوره مهم سواء في النواحي الاقتصادية الرياضية الفنية الاعلام دوره مهم في ذاك الوقت كانوا اعلاميين مخضرمين اصحاب تخصص لما اتكلم عن اصحاب تخصص لما الاعلام الان الرياضي يتكلم ها الرياضي ابو مشعل لا يزعلون مني الاخوان دمر لاعبين
دمر لاعبين موهوبين ويتفقوا معي ابو احمد. والله العظيم يا ابو مشعل دمر، لان الرساله ما هي واضحه ولا هي صادقه ولا كانت من صالح اللاعب. كان انت مفروض ان تنصح اللاعب وتقول له وتوجه له النقد، لكن احنا قاعدين نشوف لاعب يلعب في مباراه واحده ثاني يوم طاروا فيه النجم لفلان فلان. تدري شنو كلمه نجم؟ ما تطلق على اي لاعب، اطلق على كل لاعب، اطلق عليه كلمه نجم عنده بطولات، لاعب منتخب على مستوى عالي جدا، لكن في لعبه واحده تجيبه وتسوي هذا لاعب صغير، لما يطلع وتكتب له الكلام شوف ابو مشعل لعبه لعبتين ما تشوفها. هذا يدفعني على سؤال، اذا تاثير الاعلام على سلوك اللاعبين، احنا الان هذا جانب اخر، لان احنا ما عندنا الثقافه الاحترافيه ابو مشعل. احنا كلاعبين في الوقت الحالي ما عندنا، حتى الاداريين ما عندنا الثقافه اللي احنا نتقبل النقد. لا هذا ضدي خلاص حط عليه، لا انا قاعد انا اوجه لك رسائل او اقول انتقدك لصالحك، لمصلحتك انت الشخصيه مو لمصلحتي. انتقاد لا في تجريح، لان احنا الحمد لله الكل متواجد، عمره ما احد فينا جرح احد، لكن هذا انتقاد فني، انتقاد رياضي. فليش احنا ما نمتلك؟ لان لا ما عندنا منظومه الاحتراف الكامله علشان نقول نتعامل مع الاعلام باحترافيه كامله. ابو مشعل في نقطه مهمه، بالسابق ايام الشهيد شوف ما يروح الفريق اذا ما كان من كل جريده صحفي، وحتى تلفزيون الكويت يكون موجود، حتى التلفزيونات خاصه والاذاعي يكون موجود. شنو القصد من انه يكون الاعلامي ويانا؟ الحين ما هي موجود هالشيء هذا، لان انت كلاعب خلال البطوله تكون حذر من اي صحفي، تكون ملتزم في كل شيء، لان ممكن هذا الصحفي ينقل كل شيء لو شاف عليك شيء خطا، يمكن كاداري ما يشوف ولكن في صحفيين يشوفون. فانت تخاف من كل شيء تسويه، كل اي شيء تحسب حساب انه يكون في صحفي موجود. اليوم هاي ما موجود، المفترض ان اي بطوله اروح كمنتخب مفروض جاهز اعلامي سواء مرئي ومسموع مقروء يكون موجود معك. ابو حمر قاعد تكتب ملاحظه وايد مو شويه. تاثير الالعاب على سلوك اللاعبين ما تفضل فيه ابو وايد. وارد طبعا الكلام ابو خالد، كلام منطقي صراحه، لان احيانا وهذه يعني ملاحظه في الوقت الاخير يعني صراحه، ان كان اعلام تلفزيونات ومحطات او اذا كانت صحافه يعني ما يصبرون، يمكن قله اللاعبين يظهرون، يمكن يبي يساعد اللاعب بطريقه او باخرى. فالمشكله ان اللاعب خلال مباراه واحده او خلال حتى شوط واحد صار نجم وصار يعتمد عليه الفريق وصار نجم المباراه و و، فهذه ابو مشعل هذا تاثر على سلوك سلبي احيانا. مو يعني اللاعب يجب ان يكون عاقل، اداريينه حتى اللاعبين، خاصه الكلام هذا يتكلمون عن لاعب صغير يعني، والامر اللي الحين وايد يلفت النظر لعبتين قالوا هذا لاعب احسن لاعب للمنتخب. يعني يا جماعه المنتخب اعلى هرم في مستوى الكره، يجب ان تظهر ويجب ان تبين ما عندك، يجب ان تشوف الناس مستواك وتشيد فيك وبعدين تروح المنتخب. مو من معقوله من خلال اداء شوط واحد او مباراه واحده وتوفقت او لعبت تبي تطير سيده حق المنتخب. هذه هي ثقافه يعني، هي ثقافه. الاول كانت مصداقيه تكون بعيدا عن انتماء النادي. ما ادري انا هو باي نادي يعني يشجع او ينتمي حق اي نادي، انما لما تقرا نقده او تقدر تشجيعه منطقي وعقلاني يعني. اما الان تبي تساعده، تبي تحاول تظهره، تبي تحاول انك توديه فوق المنتخب، بس انت والحين الناس كلها وايد حريصه على السوشيال ميديا او حتى بالصحافه، من يصير كلمه واحده الناس وايد قامت تتاثر. اي والله يعني يا معود اخذه لا يشلخوننا باكر او لا يسووا لنا او لا يحطونا. اي والله من يصير شيء قال لك يا معود اخذه فكنا، ترى شفت العالم شلون قايم. فصارت الناس تتخوف من السوشيال ميديا او بالاعلام. الاعلام يساهم في ثقافه اللاعب؟ نعم تاكيد يعني. انا ما تفضل ابو عبد الله، يعني انا ما ازكي على البرنامج اللي انا محلل فيه وبين الشوطين او برنامجكم، تاكيد هو محسوس وشيء مؤثر حتى في قرارات قاعد نشوفها، ان كانت من الاتحاد الكويتي لكره القدم ولا من الاخوان لما يسمعون. يعني ترى العمالقه لما يكون كلامه صادق ويكون عايش الخبره فوده، يعني العالم كلها تسولف على مثل العنبري وتشوفه بالاهداف. لاعب لما يسمع كلام العنبري او حموده ومؤيد او صالح او الحشاش او الجيل الذهبي سعد الحوطي فيصل الدخيل فتحي كامل كلهم مؤثرين، حتى مكسور حتى بالاخوان اللي موجودين في البرنامج بين الشوطين. انا اتكلم على القطاع الحكومي، نعم في قطاع خاص وقاعد يقدمون، لكن في امور قاعد تصير
وأنا أتفق مع كلام الإخوان أن صناعة النجم من ولا شيء، وهذا دائما نقول حتى إحنا لما نثني على لاعب إحنا مرات بيننا وبين بعض أن عارفين أن هذه ممكن تكون مقبرة له ويصيب الغرور، فعلى طول نقول له ما نبي نطير باللاعب، مو شرط أن لما نسولف عن لاعب نقول مثلا اللاعب هذا لازم يروح للعب المنتخب، لا، بس لأن المنتخب صار كثير أنه يشاركون في لاعبين المنتخب مغوي، فتحاول أنك تبني المنتخب من أي شيء تشوفه قدامك، مرات تصير ردة فعل، لكن بصورة عامة كإعلام أنا برأيي مؤثر لما يكون كلام ثقيل من كبابتن الموجودين ولا بالإخوان أو حتى من لاعبين. يعني أنا ما زلت أقول بدل مطوع أنا بالنسبة لي غير أنه أسطورة، لكن شوفه في اللقاءات اللي مع المنتخب أو مع النادي بعد اللقاء، شوف كلامه، شوف الرزانة، شوف شلون يتحكم في أعصابه لو كان مغلوب أو خارج من البطولة. يا جماعة اللاعب مو بشرط أني أشوفه شلون يلعب كرة، ترى لازم أشوفه حتى اللي يتكلم، وهذه الرسالة اللي مفروض الشباب يعني فكر اللاعب، فكر اللاعب نعم، هاي تعتبر ثقافة، نعم، عقلية. يعني أنا ليش أقول كذي؟ لأن أنا صرت إداري، سامي يمكن الوحيد اللي صار أو مؤيد، صالح صار مثل أبو عبد الله صار مدرب، جاس أبو حمود كان على ند. يا جماعة عقلية اللاعب بهالوقت تغيرت كثير، صعبة، مستحيل. لأني أنا مثلا لما لعبت أول ما لعبت عمري 17 سنة معي سويد وناصر وحمود، مستحيل أول ما يغوا اللاعبين الصغار عاملهم مثل ما كانوا يعاملوني الحين، مستحيل أنا مثل ما كان بناصر عماد الغرب اللي نمسي عليه بالخير إنه شون يعاملنا، قاعد يطالع إيه شون يعاملنا أيه أنا عماد الغرب اللي ها إيه عاملنا أيه الحين أنا كمدير عليه بالخير. كمدير أنا عامل اللاعبين مثل ما عاملوني أو أراقب، صعب جدا، العقلية تغيرت، فالحين صارت المادة هي الطاغية. وأنا أتفق مع أبو سعود اللي قاله من البداية، الدرهم أو الفلوس، الغرامات أو الحسابات على اللاعب لانضباطه في أنك تحرمه من المكافأة، صارت الانضباطية في الجزاء مثل ما يقولون الجزرة أنك إذا تعطيه تمنعه أو تخصم منه، صارت العملية نحط مبدأ ثواب. نعم، سرعة الإعلام الآن مثلا من خلال السوشيال ميديا، قبل لا أدش بس بهذا لأن أنا نوضحها، يعني هذه صارت فيني أنا يعني، وخاصة بالإخوان الله يرحمهم غفر لهم، كبار الصحفيين عندنا يعني من إخواننا العرب، يعني أسامة صبري، خليل، ريان، فاروق الهويدي، الراوي، عقب مباراتنا دورة الخليج الرابعة اللي مسجلت فيها أنا ويا الحبيب 76 في قاطع 4-2 ردينا شفنا الدنيا كلها برا، يعني كل العالم فرحانة، شوف الناس وأنا توني صغير يعني توك يعني وحاط 3 أهداف والناس شايتك من المطار الخليج. من المطار لنادي الكويت لبيتنا بكيفان، الدنيا كلها برا من 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 حريم وشياب وشباب، قاعد طالع نفسي أنا بيني وبين نفسي شوية. قعدت 4 أيام جاي ناديني دق علي، اي شافني الله يغفر له ويرحمه خضير النشعان رئيس النادي الله يغفر له، كان يقول لي باكر اجتماع الساعه 6 بالنادي عندنا بالاداره. قلت له انا، قال لي حاضر، انا حسبالي ويا الفريق يعني. فجيت الساعه 6 الا ربع بالاداره وشان اصعد فوق، ولا الخمسة اللي موجودين اللي عديتهم صحفيين، الصحفيين والعم الله يرحمه غفر له خضير المشعان، فقاعدين هنا بالغرفة الداخلية العودة هذه. خير أنا حين زعل أكو شيء الحين يعني إيه ما أدري شنو، والله هنا صايح طلعت من العم خضير والفطاحلة اللي موجودين دولة نصايح، والله دش داخل بالقلب، حط بالك لا تنقر، يعني شوف وين دشوا عليك، يعني شوف يعني عرفوا
يعني الصحافة كاتبة، الدنيا كلها يعني كل شيء انكتب ذاك، ما خلوا شيء ما قالوا وكتبوا. فقعدوا معاي والله تقريبا ساعة ونص، اللي أنا قمت أخزن الكلام داخل عندي داخل، قلت كلامه أنا وتوني صغير، يعني هذا كلام يعني تتكلم على الصغار الآن هم أي يلعب مباراة واحدة ويطير ويتوفونه ويصعدونه وباكر المباراة الثانية ما يعطيك شيء فيها. هذه خلتني أنا أرد مرة ثانية وقعد أحطها وأحاول أحاول أحاول كل أنا ويا الأخوان كلنا، هذه أنا صارت فيني. أبو محمد الآن السوشيال ميديا وهو أسرع الآن، قبل السوشيال ميديا عندنا شغلات وايد الحين. أولاً طبعاً بمشعل كان أول يأخذون خمس. ما أخذت السوشيال ميديا من الإعلام. كان يأخذون خمس تقريباً من كل جريدة واحد. نعم. من الإذاعة والتلفزيون. هذين كانوا ينقلون إيش قاعد يصير بالمعسكر، يوصلون حق الجمهور هني. الآن يأخذون واحد شو راح تكتب عني شو تلمعني وتلمع اللي يمي، هذا يطلع يمي وقريب يمي قاعد بالمعسكر أو بالدورة أو بالبطولة. كان هو الإعلامي محترم نفسه، واثق من نفسه، ينقل بأمانة. كان على موت تحترم غصب عليك تحط على رأسك. بعدين المشكلة أو الشيء الزين كان ربعنا ما كانوا يخافون من الإعلام، ليش؟ ما عندهم شيء يخبونه، واضحين حق اللاعبين واضحين حق الناس كله، ماكو شيء يعني من وراء كذي تعال قطع عليه أنا بسوي كذا كذا، لا، لأنهم كانوا شغلون صح ما كان يخافون. ايضا يعني في مواقف صارت مع اعلاميين، يعني نلطف الجو شويه. ليه؟ مش على وياهم. طب 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 ها؟ مو مش على وياهم. لا لا مش على شنو ما سمعت هذا كان المخرج يحاشيني. لا لا جاسم اشكناني طبعا لازم يعني يعني مثلا مثلا مرة نلعب بالدوري المعلق صادق بدر الله يذكره قاعد علق طلعت الأوتيم على الخط ما لحقت عليه الكرة أنا زلقت كان قاعد يضحك علي قلنا تضحك أبو بدر قال لي قلت له زين ويمه وخمط الميكروفون قاعد علق وامشي بالميكروفون مني والباب والمينون وين راح يقول لي أبوي هاي يبو هالمينون وين راح قلت له فيوز عني قال خلاص بس انا ابي الدعابات وهذه يعني بس بيك واحد شويه ضيق خلق اقول لك يضحك جاسم اشكناني مره كتب مقال من كثر علاقتي معاه رد عليه واحد علق عليه قال لي اكتب جاسم عقوب ولا جاسم اشكناني يعني من كثر العلاقه اللي انا معاه نفس الفكر تقريبا هذاك ايضا كان في دور الخليج 76 في وافد أو إعلامي بموت تبع الكويت من برا كتب إن جاسم يعقوب عبارة عن كتلة من الشحم واللحم تمشي بالملعب يعني يوني الربح ما عليك منك تشتعون هامني رديت عليه بجملتين بس قلت أنا ما صعب إني أرد عليك أو مو مستوي إني أرد عليك لكن رد عليك بالملعب راح يكون بالفعل أخذنا البطولة وأنا دافع الدورة هذا ردي عليه كان الكرام وهو حصاد 2021 عندنا تقرير وبعد ذلك نشوف هذا الحصاد وأثر علينا مثلت 2021 سنة الإنعاش الرياضي بعودة الحياة فيها لشتى الرياضات بعد توقف 2020 عند محطة كورونا مرت بحلوها ومرها على الرياضة الكويتية والعالمية فكانت مليئة بالأحداث والبطولات المثيرة ففي 3 فبراير 2021 توج نادي الكويت بلقب الدوري الممتاز لكرة اليد لموسم 2020-2021 للمرة 9 على التوالي بفوزه على القادسية وفي 2 أبريل الماضي أصبح نادي الكويت بطلاً للدور 59 لكرة السلة لموسم 2020-2021
بتغلبه على نادي كاظمة ب 83 نقطة مقابل 61 ليفوز باللقب 12 في تاريخه، وحسم القادسية يوم 7 أبريل لقب النسخة 55 من الدوري الممتاز لكرة الطائرة قبل ختام المربع الذهبي بجولة واحدة. وعاد العميد الكويتاوي يوم 9 أبريل ليثبت قوته في كرة اليد حين حصد كأس الاتحاد للمرة 11 في تاريخه والثامنة توالياً بعد فوزه على السالمية 26-19. واستمرت الأفراح بكيفان بتتويج نادي الكويت يوم 26 أبريل بلقب كأس الاتحاد لكرة السلة على حساب اليرموك 125-69 فقط. وشكل يوم 14 مايو الماضي فرحة عارمة للجمهور العرباوي بعد نيل الأخضر لقب الدوري الممتاز لكرة القدم للمرة 17 في تاريخه بعد غياب دام 19 عاماً إثر تغلبه على الساحل بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة. وودع منتخبنا الوطني يوم 12 يونيو التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بتعادله السلبي مع الأردن وسط دموع وحسرة. واستمرت الآلام والأهات حين فقد الأزرق يوم 25 يونيو فرصة التأهل إلى نهائيات كأس العرب 2021 بخسارته أمام البحرين بهدفين. وفرض الرامي عبدالله الطرقي الرشيدي نفسه نجماً للرياضة الكويتية في العام 2021 بعد إحرازه الميدالية البرونزية في رماية السكيت للرجال بأولمبياد طوكيو بعد تسجيله 46 طبقاً. وعادت البسمة مجدداً إلى وجوه جماهيرنا الكروية يوم 30 أكتوبر بعد تأهل منتخبنا إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة. وفي أغلى البطولات ومسك ختام العام المنصرف نجح نادي الكويت في حصد لقب كأس سمو أمير البلاد لكرة القدم للمرة 15 في تاريخه بتغلبه على القادسية بهدف نظيف. ناقشنا تأثير الإعلام الرياضي على اللاعبين وعلى الجهاز الإداري والفني. الآن بطرح هذا سؤال على الأخوان الأفاضل، أبرز حدث رياضي من وجهة نظركم 2021 محلي ولا بدون تحديد؟ أنا بالنسبة لي كلكم كل واحد يقول أنا بالنسبة لي خروجنا من تصفيات كأس العالم. أنا برأيي الدورة العربية في قطر مفخرة. يعني لا هو يتكلم عن الكويت قال محلي أو لا أبرز حدث رياضي على أنا برأيي بدون تحديد. ها بدون تحديد لا إيه أتفق معه. لا حد يطالع كل واحد خل يقول وش بنظر الشباب سامي أنا طالعوني أنت ولا لا أنا طالع مستوى الكويت. لا أبرز حدث رياضي على مستوى الكويت ولا قلت لك أنا أجاوب على مستوى حتى العرب أحداث وايد. بس أنا أعتقد بالنسبة لي أنا فوز العربي بطولة الدوري العام بعد محلية العنبري مسروق. العنبري انت ما شاء الله وايد على اخر واحد. حدث رياضي 2021 انا اتفق مع صالح العصفي. اي والله انا فوز العربي في بطوله الدوري بعد 19 سنه فاز بالدوري. انا حدث اللي طبعا فوز النادي العربي في بطوله الدوري بعد 20 سنه هذا الحدث. والحدث الثاني هو فوز نادي الكويت في بطوله الخليج سلة. هذا حدث. بسعود والله وايد أنا قلت لك أبو واحد فيهم أبرز حدث أذكر أكثر من واحد أذكر. يعني أول شيء أنا أتفق ويا مؤيد بالنسبة لكأس العرب اللي هذه اللي ما شاركنا فيها صح. وخروجنا من التصفيات هذه واحدة. كأس سمو الأمير اللي أخذناه من
اللي خذوه نادي الكويت تقول اللي اخذناه مو تقول اخذناه اللي اخذناه الان بالديوان احنا قدرنا نلعب الكويت هذه هذه هذا حدث الحدث الثاني اللي هو كاس الخليج للسله نعم والحدث الثاني ثواني كاس العرب في مصر السله سله اي هذا انجاز انجاز النادي الكويت هذه انجازات وغير طبعا البطولات المحليه اليد والسله والطائره هذه نتكلم يعني انا اقول ليس فقط نادي الكويت ولكن بيعوه هذا الابرز هذا الابرز هو الحدث الثاني بعد مو على افتتاح 6 ملاعب في قطر اللي ابهرت العالم يعني حتى يمكن المسؤولين عن الرياضه الاتحاد الدولي قياده جياني هو منبهر من الملاعب اللي شافها في قطر فهذا يمكن بحد ذاته انجاز لدول الخليج والدول العربيه ملاعب مثل هذه شاهدناها في كاس قطر هذا انا هذا ما لفت انتظار مش هذا يطلع نعم. سؤال ما لفت انتظار مش نعم. طيب في حدث اخر مو مش تعتقد وتعتقدون انتقال ميسي من برشلونه الى سان جيرمان مو حدث والله ما يهمني هو هل فكر في يوم من الايام ما يهمني لا سؤالي هل فكر في يوم من الايام ان ميسي ينتقل من برشلونه اي انا اقول لك ليش لان الماده ها الماده باريس سان جيرمان يمتلك الماده متى فكر فيها في اخر سنه بس كان لكن لو طرحنا السؤال قبل 2 3 شنو اتفقنا مساء كلنا كره القدم ماده ما في شك صح ما في شك المبالغ اللي تندفع للاعبين مبالغ خياليه ما بالك ميسي على الان في نهايه يعني تقريبا قريب من نهايه العمر اني انا امل مستقبلي في مبلغ مثل هذا لمين مستقبل احفاده ابو خالد ايش اقول لك مبالغ خالص هذا وقابل هو سؤالك يسأل يقول افضل حدث واسوأ حدث عشان اقول لك اما تقول اسوأ لا 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 على سؤال خروج من كاس العالم يا عفوا خروج من كاس اسيا خروج من كاس العرب عندي السؤال هذا بس انا استسبقتني يعني لان لا لما نيا قال تو ابو خالد قال خروج من كاس العالم وهذا هذا من الاسوأ لا احنا جاي يعني على السؤال هذا لا انا قلت لك الملاعب مو مشعل امانه لان الكل انبهر في بطوله طيب سنه 21 كانت مؤلمه على الازرق تعليقكم عليه شنو خروج الازرق من تصفيات كاس العالم حلقوا على هذا انا برايي متوقع امر طبيعي متوقع اكثر وكر ايلاما يعني الخروج امام البحرين في لعبه واحده بس كاس العرب لعبه الفاصله مع البحرين الملحق مالت كاس العرب هذه كانت مؤلمه اما التصفيات مالت كاس العالم واللخبطه اللي صارت وشيل مدرب وحط مدرب وشيل لاعبين كانت الامور السيناريو مالها كان واضح يعني ما راح كنا نتأهل مع ان ابو عبد الله كانت الفرصه لنا يعني ممتازه ان التصفيات عندك بالكويت وانت بعد رفع الحجز عن جائحه كورونا والكل خصوصا المنتخب الاسترالي يمكن شاهدناه ما هو المنتخب الاسترالي القوي لكن لاعب في خبرته بامكانياته كنا نطمح ان نكون على الاقل ندش المركز الثاني خصوصا الاردن ما كان بافضل حالاته فاعتقد بهذا بحد ذاته هذا كانت يعني كارثه بالنسبه للمنتخب وخصوصا تصفيات كاس العالم والكل يعرف الاستعداد لتصفيات كاس العالم يحتاج اول شيء الى اداره متكامله اداره تخطط اداره تختار مدرب مثل ما قال ابو عبد الله التخبط الشيل والحط وفي كل مباراه تشكيل والفوضى اللي صارت العالم هذا ما يوديك الى كاس العالم ابو محمد طبعا خروجنا هذا بين كاس اسيا وكاس العالم هذه مصيبه مو بس يعني خبر زين ومو زين مصيبة تفضل أبشر أنا أقول خروجنا من كأس العالم وكأس آسيا أمر طبيعي وأنا أقول أفضل لنا إحنا طلعنا أصلاً يمكن إحنا إذا ما كانت مؤلمة لا مو مؤلمة يعني إذا كنا متوقعين متوقع لا متوقعين معناته بس مو مشعل أنا كنا متوقعين يعني للأمانة مستوانا وإعدادنا للبطولتين هذيل ما كان بشكل طبيعي ولكن كان املنا واحنا كنا نشوف بطوله كاس العرب ومباراه هي واحده امام البحرين كان املنا ان احنا نفوز على منتخب البحرين ونشارك في هذه البطوله هذه كانت مؤلمه وايد للشارع الرياضي الكويتي وسعود انك تحفز ولا اروح لابو احمد لا والله لا يعني انا كاس العرب كانت مهمه لنا بالنسبه لنا لان احنا خاصة بعد النجاح اللي شفناه بالضبط تشوف انت احنا قاعدين ويا الاخوان وربعنا بقطر وانت مو قاعد ويانا مو اللاعبين مو قاعدين صرنا متفرجين بس تحز بنفسك يعني انا عشتها يعني عشت انك انا قاعد تحلل وجميع الدول العربية تشارك
إلا الكويت. وقطر سووا بالافتتاح حطوا ما قصروا، حطوا العلم وحطوا النشيد الأغنية الوطني النشيد الوطني، وحنا واليمن يمكن يعني كأنك أنت قاعد تشارك والله الواحد يعني، وأنت تحت إشراف الفيفا يعني لأول مرة تصير، أول مرة صح تحت إشراف الفيفا السيستم كله هذا والنظام واللي هذا اللي شفناه حق كأس العالم شفناه في بالمقابل هو سعود هذا اللي حزب نفسنا أن الكويت مؤلم بالنسبة لنا سعود. عدم يعني أنا أتفق مع الأخوان أنا بس أوضح أن كأس آسيا بعد ما طلع إن شاء الله يعني جديد. كأس ستة نتأهل إن شاء الله نتأهل لأن يعني لازم من العبوية بعد أتوقع بعد. على التصنيف تصنيف ما نزل جدول لا بعد على التصنيف، وهاي المهم اللي اذا ما لعبت المباراه الجايه يعني ويا التالي لكن لازم. تبغى يعني ابو سعود هو عاش بقطر، وانا برايي لو انه يعني على الاقل لاعبين او مسؤولين بالاتحاد كانوا يحسون ان الافتتاح والوضع العام اللي صار من ناحيه الضيافه من ناحيه القوه، ترى حتى اللاعبين اللي مثل الجزائر المغرب وهذا المحترفين يعني كان ودهم حتى المحترفين اللي مرتبطين كلهم اللي برا ودهم كان ودهم يلعبون لان كانت بطوله من ناحيه القوه من ناحيه الحضور الجماهيري من ناحيه الاستضافه من ناحيه التغطيه الاعلاميه والفيفا يعني مثل اللي صارت تحت غطائها. هني انا اقول لو مباراتنا بالبحرين اللاعبين يعيشون شايفين الشيء هذا في المستقبل اتوقع حتى ادائهم بيتغير، حتى الفكر في الاتحاد ان مباراه او بطوله كاس الاتحاد بطوله العربيه يعني احنا عشنا انا لعبتها في 92 بحلب ما كانت بالطريقه ولا كانت لها يعني مع ان اللاعبين يعني حسام المنتخب المصري كان قوته السعودي كابتن محمود الجوهري السعودية. لكن انا اقول انك تشوف بطوله بهالزخم وبالاعلام يعني انا ليش اقول ما تشوف الكويت هنا الألم أبو مشعل هنا الألم أبو مشعل تدري المؤلمة أن 21 دولة عربية واللي شاركوا 16 يعني أنت الباقي خمس 22 يعني ست منتخبات وبالتالي هذا الألم بالنسبة الآلية الموجودة الحين العقلية اللي قاعد يدير الرياضة والله ما توصلوا بعد 100 سنة الرياضة ما تندار بهالطريقة هذه العقلية أنت كان الألم في كل بيت كويتي أعتقد خاصة عندما رأى حفل الافتتاح وغياب منتخب الكويت أعتقد كان فعلا هو هذا الألم الكبير. طيب توقعاتهم حول العام الجديد وخاصة في مسابقات كرة القدم. والله يعني أنا كرياضي على مستوى شنو يعني الرياضي أتمنى يعني أتمنى تأهل آسيا توقعات وليس أول تأهل آسيا أبو سعود توقعات وليس أمنيات توقعات لمسابقات العام القادم أو عامنا 22 أطلع إذا استمرينا مثل ما إحنا ما راح مثل ما راح تتم على إطمام المرحوم ما راح تغير شيء إذا استمرينا مثل ما إحنا على راح تستمر هذا بالتحكيم وبالجدول التفاعل التفاعل زين أنا أتمنى تمنى ولا توقع؟ والله أتمنى وأتوقع عطنا تمنى وعطنا توقع استراتيجية اللي وضعها معالي الوزير الله يذكره بالخير تكمل عبد الرحمن المطير أبو يوسف تستكمل يكملها اللي الان منو اللي على ابو احمد احمد روح لا مو على الاعلام لا اللي حلوة خير على الموسى على الموسى وزير الاشغال وزير الشباب وزير الاشغال وزير ان شاء الله يكون هو يكملها. احنا شنو الاستحقاقات اللي عندنا في سنتين كاس اسيا بس كاس اسيا اي بس ما عندنا يعني ما عندنا بطولات على مستوى احنا طبعا انا بشكل عام وليس كواحد انا اتكلم كواحد عرباوي اليوم اللي راح النادي العربي راح يشارك في بطولة كاس الاتحاد الاسيوي إيه؟ اتمنى التوفيق ان شاء الله وهذا تكون ان شاء الله بدايه لنا. عبد الله لا اذا على ما احنا عليه لن تتغير الامور اذا ما احنا عليه نفس النظام اللي تدار فيه الرياضه في الكويت ما راح تتغير الامور نفس الامور فقط تغيير وجوه او تغيير استراتيجيه اداء يصير في طبعا يصير في تغيير استراتيجيه تغيير التفكير تغيير التوجه الى الاحتراف نبي نشوف الامور اللي تم الوعود فيها حتى تبين الامور يعني لكن اذا بس نغير وجه ونغير اسم ونغير الواحد ونفس المسلك ونفس النظام ابو مشعل الناس طايفه بمسافات طويله يعني انا ابو مشعل اتمنى ها مو تغيير قوانين تغيير عقول
صعبة. عندك توقعات غير تمني؟ والله يعني توقعات وليس تمنيات. توقعات ان شاء الله كاظم ياخذ يعني ياخذ الدوري. كتوقع وامنيه. لا زين ليش؟ اي توقع وامنيه ان شاء الله. عموما حقيقه مشان الكرام وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نكرر حقيقه التهنئه في العام الجديد 2022. سألنا الله سبحانه وتعالى رب العالمين أن يحفظ الكويت وقيادتها السياسية. سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهد الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. ودائما وأبدا العزة إلى الكويت وأمتنا العربية والإسلامية. كل عام وأنتم بخير. مع السلامة.